طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم السبت 13 رمضان 1440 هجرية الموافق 18 مايو 2019. نحن هنا في مسرح منبر الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة الوعي خيار الشعب. نرحب بكم يا أخواننا، والليل البرنامج بتاعنا إن شاء الله فيه التالي: في محاضرة بعنوان التعلم عبر التطوع، تجارب وخلاصات إن شاء الله هقدمها أنا أنور فتح الرحمن أحمد رفع الله، في نادي المخاطبة بتاع اللغة الإنجليزية لمدة ساعة إن شاء الله، في جلسة متابعة مبادرة المنح الدراسية والتدريبية لثوار أعلى النفق والمتاريس والخدمات مع بروفيسور شريف فضل، محاضرة بعنوان العدالة الانتقالية مع الأستاذ أبو بكر أبو البشر، دورة الإسعافات الأولية وعروض سينما كتاب مع الأستاذ ناظم كمال الدين. إن شاء الله حنبدأ لكم الآن بالمحاضرة بتاعة التطوع كوسيلة للتعلم. طيب العنوان الجانبي للمحاضرة اللي هو تجربتي في العمل التطوعي من متطوع لإدارة التطوع لبناء منصات تطوعية من العام 1993 حتى تاريخ اليوم. والجزء الآن العمل ده المنبر بتاع الباحثين السودانيين والمحاضرات التوعوية والتثقيفية والبحثية والعلمية ده جزء من العمل التطوعي بتاعنا تجاه مجتمعنا ووطننا يعني. الإيميل بتاعي موجود هنا ده، لو في أي زول داير يتواصل معي عبر الإيميل موجود الإيميل هنا ده اللي هو في www.sudanese-research-foundation.org anwar@s-rf.org. طيب المحاضرة دي يا أخوانا كان قدمتها أنا ده للمهنيين السودانيين في الدوحة في قطر، فكانت في المدينة التعليمية، وافتكرت انها محاضرة مهمة والناس المفروض انهم يعرفوها، لانه التطوع يا اخواننا بيعمل اثر كبير جدا في المجتمع. المجتمع زي ما عارفين بيتكون من حكومة وقطاع خاص ومجتمع منظمات مجتمع مدني، الثلاثة المثلث ده هو اللي بيحرك الدولة ككل. طبعا المواطنين وباقي الناس ممكن يكونوا ما جزء من ده، لكن الثلاثة بيلرز، ثلاثة أعمدة ديل اللي هو الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هم اللي بيكونوا في قيادة وريادة المجتمع بصورة عامة. تمام، أديكم فكرة شوية عني أنا ده. أنا أستاذ جامعي حصلت على الماجستير والدكتوراه من كوريا الجنوبية في 2006 و2011، واشتغلت في الشوف القطاع الخاص، كان عندي شركة بتاعتي أنا ده بتاعت حاسب آلي، وكان عندي شركة بتاعت تجارة تصدير في كوريا الجنوبية، واشتغلت في منظمات تطوعية وأسست منظمات تطوعية، وحوريكم هنا إن شاء الله في البداية ده. لكن من الحاجات المهمة التطوعية اللي عملتها منها الموقع بتاع working.com في سنة 2001، ده كان ثالث أكبر موقع سوداني سنة 2001، وكان هدفه الأساسي نشر الثقافة السودانية، فكان الموقع فيه يعني مكتبة ضخمة جدا بتاعت أغاني سودانية، كان فيه تلاوة، كان فيه تفسير بتاع عبد الله الطيب، كان فيه نغمات موبايل للناس اللي بتذكروا زمان التأليف الكمبوزر بتاع نوكيا. في برضو كان في مشاركة في الأولمبيات العربي الأول المعلوماتية، فكنا كوننا فريق احنا طلاب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والفريق ده مثل السودان واخذنا ميدالية برونزية، اخذها اخونا المهندس محمد محي الدين. من المبادرات اللي برضو عملت فيها اللي هي مبادرة إثراء المكتبات بالكتب. يا أخوانا الكثير جدا من المكتبات بتاعت الجامعات والمكتبات الموجودة العامة في السودان ما فيها كتب، أو لو فيها كتب بتكون كتب قديمة عفى عليها الدهر يعني. فكان عملنا مبادرة نقلنا كتب من طلاب تخرجوا من الإسكندرية، ونقلنا كتب، الكتب دي بالأطنان، ونقلنا كتب برضو من طلاب تخرجوا من كوريا الجنوبية، وتوزعت على مكتبات عامة ومكتبات على الجامعات ومعها أجهزة إلكترونية وإلى آخره. برضو في 2002 كان أسست حاجة اسمها مع مجموعة من الشباب مجموعة المطورين السودانيين.
الجمعية دي كان الهدف بتاعها ترقية أداء المطور السوداني والناس شغالين في مجال الاي تي. في 2003 أسست حاجة اسمها الأولمبيات الدولية المعلوماتية، الفرع بتاعه في السودان، ودي كانت مسابقة وقيمت في معرض اسمه معرض البحر الأحمر للتقنية في 2003. في 2008 أسست كمدونة بتاعت فيديو، الوقت ذاك اللايفات دي ما كان موجودة، فكان بتسجل وتمنتج في الكمبيوتر بتاعك وبعدين بترفع على اليوتيوب. فكان المدونة دي من المدونات بتاعت الفيديو، من أوائل المدونات اللي كان فيها استخدمنا الكلمة كوسيلة بتاعت اعتراض على السياسات بتاعت الحكومة. المدونة كان اسمها Unworking. في 2009 أسست مع مجموعة من الشباب برضو مبادرة الباحثين السودانيين، اللي هي الناس الموجودين فيها في الفيسبوك بيعرفوها، اسمها Sudanese Researchers Initiative، مبادرة الباحثين السودانيين. وتطورت المبادرة دي لحد ما بقت مؤسسة، حاليا عدد أعضائها أكثر من 471 ألف عضو على الفيسبوك. ففي المحاضرة دي حوريكم التجربة بتاعتي في العمل التطوعي، ناس لقيتهم ناس عظماء جدا حول العالم، ناس الواحد بيتمنى انه يتحقق فيهم ويكون جزء منه عشان يتعلم منه تعليم مباشر، الاستفادة بتاعتي من التجربة لحد الآن، وفي ملاحظات حول العمل التطوعي نفسه في السودان، يعني قياس العائد من الاستثمار في التطوع. قلنا الواحد في ناس اللي لو عنده جنيه، الجنيه ده دخلوا في استثمار، ممكن انا الجنيه اشتري بيه سيارة، ممكن الجنيه اشتري بيه موية، ممكن ادفعه لزول كصدقة ولا كده، الجنيه نفسه ممكن انا استخدمه عدة استخدامات. فما هو العائد من الاستثمار؟ هل لو اديت صدقة جنيه والله الحسنة بعشر من امثال عشر امثالها، فبتوقع انه الله سبحانه وتعالى يسيبني في عائد، صح؟ في حساب العائد من الاستثمار في التطوع دي من الحاجات اللي ما محسوبة في السودان هنا، ده الناس ما جايبين لها خبر، يعني الناس بتتطوع لكن قياس الأثر ده كيف بيتم؟ ودي من الحاجات المهمة جدا جدا لازم الناس ينتبهوا لها في الفترة الجاية بتاعت الدولة المدنية، لأن أخواننا في تكرار لأخطاء بصورة عجيبة في المجتمع بتاع العمل التطوعي. الليلة في محيط اعتصام القيادة الناس الصابين هنا بكونوا عارفين إنه في حتة في أكل كتير لما يتدفق، صح؟ في حتة تاني ما في أكل. الأكل ده مصدر وين؟ مصدره كله ناس خيرين ومتطوعين وناس دافعين من جيوبهم عشان يثبتوا الناس في الزبطة، صح؟ يبقى بالتالي في غياب بتاع تنسيق، في غياب بتاع يعني زي يقولوا information system، يعني يكون في حتة هي السنتر بتاع المعلومات الناس تأخذ منها المعلومات وكده. ففي حاجات كثيرة لو اتصلحت العمل التطوعي بيكون الأثر بتاعه أكبر على الناس، يعني مش كده؟ بتلقى في مبادرات كثيرة شبيهة شغالة، يعني تلقى أكثر من نفر شغالين في التعليم لكن ما بينسقوا مع بعض، أكثر من نفر بيأكلوا ويشربوا لكن ما بينسقوا مع بعض، فدي مشكلة كبيرة. فالجزئية دي بتاعة قياس العائد من الاستثمار في التطوع وقياس الأثر وإدارة المعرفة في العمل التطوعي، وهنا بضرب لكم مثل بحاجة اسمها الفاونديشن سنتر في أمريكا. الفاونديشن سنتر دي الحتة العاملة زي المفوضية العون الإنساني عندنا هنا في السودان، لكن هناك مختلفة تماما، لأنها هي فعلا يعني شوفوا حتى الاسم بتاع الفاونديشن سنتر، الحتة المركز بتاع الأساس اللي بتبدأ منه، لو عسبت أي حاجة أبدأ من وين، تمام؟ وبعد ذلك هيكون في نقاش وأسئلة، وكان في استطلاع أونلاين الناس بتملاه، الاستطلاع ده فيه عدد من الأسئلة عشان يوري مدى وعي الناس بالتطوع نفسه كحاجة مهمة. وفي أسئلة زي هل يعني التطوع ممكن يساهم في بناء البنية التحتية، فالاستطلاع ده موجود أونلاين والناس ممكن تشارك فيه وتعرف. في البداية يا أخواننا طبعا نترحم على أرواح الشهداء، الناس المهروا دمهم يعني غاليا للسودان ولمستقبلنا كلنا جميعا. فبطلب منكم يا أخواننا دقيقة بتاع الحداد إن شاء الله يعني ندعو فيها لهم ربنا بالقبول، يعني تقبلهم يا رب، ربنا يشفي الجرحى ان شاء الله.
لما كان المحاضرة اللي قدمتها كان تقريبا معظم رموز العمل التطوعي في السودان لأخونا فارس النور وناظم سراج ومقداد فضل وغازي توفيق ومحمد ناجي الأصب، مجموعة كبيرة جدا من الشباب كانوا معتقلين في الوقت ده. فقلنا لازم نوري إنه أخواننا الناس اللي بتطوعوا في السودان جهاز الأمن والكيزان كان بيتعاملوا معهم كيف، لأنهم دول كان بيكشفوا العورة بتاعت الدولة. الليلة أخواننا في دولة في وزارة كاملة اسمها وزارة التعليم، ومعظم الطلاب والشباب بتلقاهم عندهم مشكلة في التعليم ومشردين وإلى آخره. في وزارة كاملة اسمها الرعاية الاجتماعية، وبتلقى عندك أنت مشاكل كثيرة اجتماعية. الشباب الشغالين في العمل التطوعي ديل لأنهم بيفضحوا عورات الدولة كان بيتعاملوا معاهم كده بالاعتقال يعني. كنا وضحنا وذكرنا الناس إنه كيف الناس بيتعاملوا. طيب تعرف العمل التطوعي هو زاده شو؟ العمل التطوعي بيتعرف بإنه منظومة بتكون من أخلاقيات ومبادئ وقيم بتشجع على المبادرة في القيام بالخير. الخير ده النفع بتاعه بيتعدى نفسك، يعني انت بتتطوع عشان تعمل حاجة تانية، وموجود ومؤصل في القرآن الكريم يعني. يعني سيدنا موسى لما اتطوع لبنات سيدنا شعيب بإنه سقى لهم صح؟ في النهاية انتهى به المطاف إنه تزوج واحدة منهم، قال ربي إني بما أنزلت إلي من خير وفقير صح؟ فالتطوع موجود، لكن التعلم عبر التطوع ذاته حاجة الناس ما بتعاين لها بإنه والله يا أخي أنا دار أتطوع عشان أتعلم. التطوع ده يا إخواننا زيه زي إنك تمشي مدرسة تتعلم. ليه؟ لأنه التعليم نفسه يا إخواننا، التعليم أنا بمشي أقعد لي في صف وفي زول بحاضر بسمع منه بسأل، وبيكون في نقاشات صفية ولا صفية وإلى آخره، وكله على الأنشطة اللا صفية الإكسترا كريكولم أكتيفيتيز مش كده؟ الحياة البرة زي الرياضة وزي ما أعرف دي كلها حاجات فيها تعلم، لأنه أي حاجة بنعملها إحنا بنتعلم لنا قيمة. لو جيت راجع أنت بيورا عملت زوم أوت الكتاب ده من برة قريت المقدمة بتاعته، بتعرف إنه الكتاب ده عنده أهداف ومخرجات بتاع التعلم مش كده؟ فالتطوع نفسه أنت ممكن تعاين له كالكتاب، أنت نفسك ممكن تعاين للتطوع كأنك أنت بديت تفتح لك صفحة وتقرأ كتاب. لكن لما يكون بصورة منهجية، يعني لو بقى حاجة كده عاملة زي النفير بس الناس بتتعلم منها شيء. الليلة شفت لك حريقة شلت لك تراب كتحته ولا بتاع انت اتطوعتها، لكن التعلم منها شنو؟ فالحقيقة لازم تكون بصورة منهجية، يعني لازم يكون في منهج بتاع تطوع الناس تاخده وتمشي به. ففي عدد من التعريفات، والناس ممكن ترجع للموقع اللي اسمه موضوع.com ده فيه يعني موضوعات مخطوطة بصورة معرفية وصورة كويسة الناس ممكن تعرف لها. طيب في كلمة دخلت القاموس الإنجليزي أو القاموس الأمريكي قريبات دي اسمها المالتي بوتنشيالايت. مالتي بوتنشيالايت مقسمة لثلاثة، مالتي بوتنشيالايت. الكلمة دي بتتعرف بالعربي إنه والله يا أخي دل ذوي الشغف المتعدد. بعد مرات الواحد بيكون شنو بيحب الغنى وفي نفس الوقت رسام وهو أستاذ رياضيات وتلقاه شغال في اللجنة بتاعت الحي وفي نفس الوقت في حزب سياسي، والزول ده بيمشي مجموعة بتاعت تعلم لغة إنجليزي نادي بتاع مخاطبة. الزول زي ده في المجتمع ما زول طبيعي مش كده؟ يقول لك يا أخي ما يتعامل لنا في أي حاجة، شنو يا كرهتنا يا أخي قاعد هنا وقاعد هنا وقاعد هنا. يا أخواننا دي الناس ذوي الشغف المتعدد دي الناس موجودين بيننا وعندهم طاقة أكتر من طاقاتنا نحن الطبيعية. الناس ديل ممكن الواحد فيهم يكون زي الجوكر يشتغل في أكثر من حاجة. ما كل الناس عندهم الإمكانية دي، ما كل الناس عندهم الموهبة دي، ما كل الناس عندهم الطريقة بتاعت اكتساب واستيعاب المعلومة وتحويلها لأكشن يعني لفعل بنفس المستوى. تمام؟ المشكلة الكبيرة وين؟ إنه في حاجة اسمها الـ ADHD اللي هو متلازمة اللي هو الفرط النشاط، ودي الناس بيعتبروها جزء من الأمراض النفسية. يعني الطفل لما يكون هباش وبيعمل بتاع بيعتبروا إنه الزول ده مريض، كهربته زايدة مش كده؟ الحقيقة إنه يا أخواننا الزول ده ممكن يكون موهوب وفي عدد من الحاجات وفي تاريخنا موجودة. يعني في علماء كتار جدا تلقاه عالم في الفلك وعالم في الطب وعالم في الدين مش كده؟ موجودة يعني، وناس زي الخوارزمي وابن سينا وإلى آخره إذا كانوا مسلمين ولا غير مسلمين.
الناس دي الموجودين حوالينا، لكن الثقافة العامة ما بتديهم فرصة انهم يطلعوا اللي عندهم. ليه؟ لانه في حاجة قلنا خطرة جدا في السودان عندنا هنا اسمها اقعد زي الناس. اقعد زي الناس، الناس قاعدين كيف انت ما عارف، لكن انت زول ده داير شنو؟ تهجده يعني، اقعد في علبك. فالحاجة دي خطرة جدا جدا. ليه؟ لانها بتمنع مواهب من انها تتمظهر في شكل مبادرات وفي شكل افعال ممكن تنفع المجتمع. فاخواننا لو لقيت لكم زول مهتم باكثر من حاجه، الزول ده عنده تعريف حاليا، الزول ده ما كهربته عاليه، الزول ده من ذوي الشغف المتعدد، مفروض نحتفي بيه، مفروض انه نساعده، مفروض انه يعني ندعمه، مش نحاول نهبطه ونثبطه. فدي حاجه مهمه جدا ناخدها بالذات في الاطفال، لانه الاطفال ممكن يا اخواننا نحن نوقفهم يا ود اقعد زي الناس وطاخ وابعد من الناس الكبار وبتاع، ممكن نوقفهم هنا ده زي يقولون قاعدوا في علبهم، نكون نحن منعنا ابداع كبير جدا في المستقبل كان ممكن نستفيد منه كلنا. تمام؟ فالتعريف بتاع ذوي الشغف المتعدد ده تعريف مهم يا اخواننا نستصحبه معانا في البتاع. ليه؟ لانه انا واحد منهم، انا من ذوي الشغف المتعدد، يعني انا استاذ جامعي، باحث، زول بحب المبادرات جدا، قائد مجتمعي، يعني في اي حته لقيت لي مبادره بعملها، بخش مع الناس طوالي. تمام؟ مترجم، بكتب، بحب الخطابه الجماهيريه. تمام؟ وبعدين عندي انشطه يعني تجاريه، يعني انا زول برضه رائد اعمال، عندي عدد من الاستثمارات في حتات مختلفه، وقد تكون في حاجات ما في تخصصي، لكن بشوف عندها النفع الاجتماعي والنفع المجتمعي، مش كده؟ يعني مثلا استثمرت قبل كده انا في شركه بتقدم خدمات طبيه بالتلفون، رقم مختصر بتضربه انت بتقول يا اخوانا احجزوا لي في عياده، احجزوا لي في مستشفى، انا عندي الحاجه الفلانيه امشي وين الى اخره. فده استثمار لكن عنده عائد مجتمعي، انا ده لانه دار اساعد مجتمعي بكون مهتم جدا بانه استثمر واساعد الحاجه اللي عندها شنو ده يعني اثر كبير. تمام؟ بقدر اوسخ انا ده الفتره اللي بديت فيها العمل التطوعي. اول مره اتطوعتها كان في مسرحيه في الصف الرابع الابتدائي مدرسه دانيال الكمبوني في بور السودان. المدرسه قالت يا اخي الامام وتحبوها. التطوع ده انا ده اكتشفت فيه حاجه، تحب طوالي، يعني دي كان بدايتي الطوال. لما رفعت يدي قلت يا استاذ انا داير جواي، اكتشفت انه انا والله بحب المبادره. كونك انك تكتشف انت تحب شنو، دي من الحاجات المهمه جدا جدا برضو، لانه اخوانا في ناس كتار بيقول الواحد ماشي وما عارف نفسه داير شنو، بيسوق زول بيجاي، بيجيب زول راجع بيجاي، وفي اختبارات كثيره بتاع الشخصيه بتوري انت بتحب شنو. الزول ممكن يمشي يعمل الاختبارات دي ويعرف حاجه. ممكن الاباء في البيوت يساعدوا ابنائهم زي ما الاساتذه بيساعدوا طلابهم، يقول لك والله الطالب ده عنده موهبه، ندخله مثلا النادي الادبي، ده عنده موهبه ندخله الفريق بتاع الكوره، مش كده؟ الاساتذه بيكتشفوا يعني. ففي العام 93 اشتغلت مع اللجنه الثقافيه لنادي الكوكب الرياضي الاجتماعي في بور السودان. كان بينظموا ليلات ثقافيه، الليله الثقافيه بيجيبوا فيها متحدث بيتكلم، الناس بتعمل شعر، بتعمل مخاطبات الى اخره. فدي برضه من الحاجات اللي فادت دي كتير جدا في اهميه التنظيم وسط الحشود. حشود اي نعم كانت صغيره في حي صغير في مدينه صغيره، لكنها كانت مفيده جدا، لانه الزول بيتعلم عبر التطوع. لما تتطوع بتتعلم، انت بتتعلم حاجات من الناس حوالينك ما زي الكتاب. تتعلم بصوره مباشره من الزول نفسه، صح؟ لانه الزول بيوجهك اعمل كده، ما تسوي كده الى اخره. بعد ذاك يا اول موقع بتاع الوركينج الاولمبياد في العام 2002 يا اخواننا، ونحن طلاب في الجامعه عملنا مبادره لشرح خطوره العقوبات الاقتصاديه الامريكيه على التقنيين، الناس في المجال التقني بتاع الكمبيوتر ده. لانه الوقت ده نحن طلاب في سنه رابعه في الجامعه كنا دايرين نمتحن الامتحانات بتاعت مايكروسوفت، فما لقينا قبول على اساس جنسيتنا بس، اننا سودانيين ممنوعين من الامتحان. الكلام ده كان اثر مباشر للعقوبات التقنيه الاقتصاديه على السودان. ففي 2003 في 2002 ذاتها كان في الاولمبياد الدولي المعلوماتيه، كان في وفود بتاعت 82 دوله
من الامتحانات بتاع سيسكو وراكل ومايكروسوفت وإلى آخره. كلام ده سنة 2002. فدي برضو واحدة من الحاجات أن نمت جوان الوعي بالقضايا بتاعت الوطن من بدري. إنه أخواننا مش الموضوع بس السودان هنا. العالم كله بيجي قرية وبيجت الحياة عبر الإنترنت وبتاع. أن إحنا جزء من العالم ده ومحرومين من إنه نصل للحاجات دي بناء على جنسيتنا السودانية. في 2003 كان في مبادرة برضو بتاعت محو أمية تقنية. ودي كانت تمت في نادي الحي بتاعنا في نادي الكوكب في ديب الشاطب والسودان. المبادرة دي كان فكرتها كالتالي، إنه إحنا دايرين الأمهات في البيوت يتعلموا مبادئ الحاسب الآلي والإنترنت. واستهداف الأمهات كان لسبب، لأنه لو جبت الأطفال علمتهم كيف يستخدموا الكمبيوتر وبتاع قد يهتموا بالموضوع قد ما يهتموا به، لكن الأم أحرى الزول على تعليم ولدها. فالأم لو عرفت المبادئ هتعلم ولدها، وبالتالي تكون انت عملت اثنين في واحد، علمت الأم والأم هتكون حريصة على تعليم الولد. كانت مبادرة في 2003. بعدها كان في جمعية المطورين السودانيين، مبادرة الإسراء بالكتب والأولمبياد السوداني. بعدها في 2000 من 2004 إلى 2009 كنت عضو في المكتب التنفيذي للرابطة الجالية السودانية في كوريا. الفترة دي كانت فترة برضو بتاعت أنشطة لها علاقة بالجالية السودانية في كوريا، لأننا كنا شوية ما كتر زي 100 نفر، لكن كان عندنا أنشطة مستمرة. من ضمن الأنشطة دي أسسنا مدرسة لتعليم الأطفال بتاعت السودانيين الموجودين في كوريا الجنوبية اللغة الإنجليزية اللغة العربية والقرآن، لأن هناك المدارس ما بتدرس حاجة زي دي يعني. فكانت مدرسة كله سبت، وكانت يعني تجربة ممتازة ومستمرة الحمد لله لحد هسه. في 2009 التحقت بحاجة اسمها مشروع تيد، وتيد دي عبارة عن سلسلة بتاعت مؤتمرات اختصار للتكنولوجيا والترفيه والتصميم، تكنولوجي انترتينمنت اند ديزاين. فالسلسلة بتاعت المؤتمرات دي في 2009 مما التحقت بها التحقت كمترجم متطوع. الترجمة دي يا اخواننا دي من المهارات المهمة وبيسموها الحاسة السادسة. احنا اخواننا بنتعلم بشنو؟ بنتعلم بحواسنا صح؟ بنتعلم بالنظر، بنتعلم بالسمع، بنتعلم باللمس، بنتعلم بشنو تاني؟ مش الحواس كم حاسة؟ خمسة حاجات. تاني شنو؟ اللسان، الذوق، والشم، مش كده؟ الحاجة الخامسة السادسة اللي ممكن يتعلم بها الترجمة. الترجمة انك تنقل محتوى، معنى محتوى من لغة للغة تانية. فانت بالضرورة لازم تكون في اللغة الأولى عندك الإمكانية صح؟ في اللغة الثانية المستهدفة عندك الإمكانية. فالترجمة دي مهمة جدا 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 أخوانا، ليزول داير يتعلم لغة، ليزول داير يزيد داير المعرفة بتاعته في موضوع محدد. يعني في مجالك انت ده لو مسكت لك كتاب ترجمته انت بتكون امتلكت تماما ناصية المجال بتاعك مش كده؟ في زول ممكن يمشي ياخذ له كورس في المجال بتاعه، لكن لو ترجمت كتاب ولا ترجمت لك مقال ولا حاجة في المجال بتاعك انت بتكون سبقت الناس خطوات. فهسه طوال احنا في الباحثين السودانيين بنشجع الناس انهم يا اخواننا ترجموا، لقيت لك مقال جميل ولا بتاع، ما كل الناس عندها الامكانيه بتاعت اللغه. فالترجمه بتساعدك في انك شنو؟ مش تتعلم لنفسك بس، انما تفيد غيرك، تبقى جسر بتاع تواصل. في 2011 عملنا مبادره اسمها كمبيوتر محمول لكل طفل واللابتوب بير تشايلد. التجربة دي أخواننا بداها بروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اسمه نيكولاس نيجروبونتي، والهدف بتاع التجربة دي كانت محاربة الفقر في الدول النامية. فعمل له لابتوب، اللابتوب ده سعره $100. اللابتوب ده ما بيخرب الغبار، يعني دست بروف، الموية ما بتخربه، لو كبيت فيه موية ما بيحصل له عطب ولا حاجة، ولو وقع في الواطة ما بتكسر، بيشتغل بالطاقة الشمسية وفي نفس الوقت بالطاقة الميكانيكية. فيه منافلة اللابتوب ده، الجزء الأعلى بس من الطفل لو اشتغل كده بيقدر يولد الطاقة الكهربائية الكافية لأنه يشغله. اللابتوب ده معلم واحد ممكن يعلم مئات الطلاب، ومعمول أصلا للمناطق النائية اللي ما فيها أي خدمات، لا فيها مدرسة لا فيها كهرباء. لكن ففي خلال الترجمة بتاعتين عرفت المشروع واتصلت بناس المنظمة، قلت يا اخوانا المشروع ده انا اجيبه السودان، قالوا ما في اي مانع. اتصلت بمدير المشروع في اسيا اللي فيها الصين وفيها الهند، حاجة ضخمة جدا جدا.
هو كوري جنوبي. بحكم ان انا اتخرجت من كوريا الجنوبيه اتواصلت معه وقال لي مستعدين جدا جدا ندعمكم، لكن المشروع ده عشان يبقى يحصل في السودان هنا لازم يحصل عبر الدوله، لانه مشروع اصلا معمول على اساس يكون حاجه يعني مدعومه من الدوله. فلقيت وزيرين تعليم، وزير اللي اسمه فرح والوزير اللي اسمه سعاد عبد الرازق، تبا لهم. عارفين طبعا انتوا حصل شنو يعني اللابتوب ده، في واحد فيكم شافه؟ في واحد طفل جاوا لابتوب بس، فده حصل يعني. لكن يظل المشروع ده من المشروعات المهمه جدا اللي لازم تتطبق في السودان، لانه مشروع قليل التكلفه وعالي الفائده. المشروع ده يا اما بيسمى بكمبيوتر محمول لكل طفل او تعليم لكل طفل، لان الكمبيوتر ده ما اي كمبيوتر، كمبيوتر معمول على اساس انه الاطفال يتعلموا عبره. وواحده من الناس رواندا استخدموه، بس الناس كلها بتتكلم عن رواندا صح؟ رواندا وعين رواندا ومثل استخدموا المشروع ده، واسي موجود في الاورجواي. الرئيس بتاع الاورجواي اتبنى المشروع لكل الاطفال بتوع الاورجواي، وعين مدير مركز البحوث في الاورجواي مدير للمشروع ده، ومخرجاته بدأت تظهر. مخرجاته من اهم المخرجات بتاعت المشروع ده انه الطفل لو خلى المدرسه في تامنا ما هيمشي يشتغل ميكانيكي ولا يغسل عربات ولا كده، هيشتغل مبرمج، هيكون جاهز للقرن 21. فالمشروع ده كان من المبادرات اللي هو 2011، وبكل اسف ما قدرنا نعملها. الصفحه بتاعتها في الفيسبوك موجوده، وكان في اجتماعات وعملنا، كان شبكه ما بين مدينه تفريغ التكنولوجيه وجامعه الاحفاد ومركز تنميه المجتمع جامعه شرق النيل وعدد تاني من الناس، كلهم كانوا في الشبكه دي، ومدينه دارفور الرقميه، وبرضه ما حصل يعني ما تطبق يعني. فان شاء الله انه يكون واحد من المشروعات الناس اللي تعملها في خلال الدوله المدنيه، واي زول داري يعرف عن المشروع اكثر وداري يكون جزء منه، انا ده مستعد انه امسكه الدرب من بدايته لنهايته، لكن لازم يحصل. ونحن هنا في محيط الاعتصام يا اخوانا من كل الحتات، من كل الولايات ومن كل المدن، كل واحد يبقى السفير بتاع الموضوع ده في حتته، لانه دي حاجه ممكنه، والمغتربين ممكن يدعموها، والمنظمات الدوليه كل الناس ممكن يدعموها، لانها تعليم لها علاقه بالتعليم يعني. ودي كان من المبادرات. في 2011 جبت معايا الفكره بتاع تيدكس، المؤتمرات بتاع تيدكس السودان هنا ده، وعملنا اول مؤتمر تيدكس اللي هو تيدكس خرطوم، كان في 30 ابريل 2011، وكان مؤتمر مشهود جدا، وكان فيه نجاحات كبيره، وكان في عدد من المتطوعين قريب 85 نفر ومتحدثين يتكلموا عن حاجات. يا اخواننا السودان ده فيه ناس مبدعين بصوره ما بتتخيلوها يعني. انا اضرب لكم مثل واحد بس من المتحدثين بتوع تيدكس 2011، في دكتوره اسمها غاده فاروق كدوده، في زول بيعرفها؟ دكتوره غاده هي استاذ مشارك في اللي هي كليه العلوم الرياضيه بجامعه الخرطوم، وهي جابت مشروع يا هو زي المشروع كنت ساكيه وانا بتاع كمبيوتر محمول لكل طفل، هي جابت مشروع اسمه مشروع كليه القدم الحافي بير فود كوليدج، ودي مشروع اسسه بروفيسور هندي اسمه بينكر روي. المشروع ده فكرته كالتالي، انه المدن الارياف البعيده ما في طريقه توصل لها كهرباء لانه التكلفه عاليه، لكن ممكن تضيئها بواسطه الطاقه الشمسيه. طيب منو المهندس اللي بنوديه يمشي يقعد في قريه نائيه في جبال النوبه ولا في دارفور ولا في حلايب ولا كده؟ قدر ما يدربوا المهندسين، اول ما الواحد بقى خلاص مهندس طاقه شمسيه ويده يمتلك المهارات بفرتك يمشي المدينه العاصمه، وكمان لو لقى طريقه يسافر برا صح؟ ما خلاص هو قاعد في حته قريه كده، اول ما شاف النور وبقى عنده مهارات داير حياه افضل يعني، ما بيقعد في القريه دي صح؟ فقام عملوا تحليل انه منو اللي عنده مصلحه في انه قريته تكون منوره وهو قاعد قبله. لما عملوا التحليل ده طلعوا دين الحبوبات. الحبوبات ما بيمشوا ما بخلوا حتته، وفي نفس الوقت دارين الخدمات. فكليه القدم الحافي بتدرب الحبوبات انهم يبقوا مهندسين بتوع طاقه شمسيه. التجربة دي طبقتها دكتورة غادة كدودة في قرى في جبال النوبة، وشالوا حبوبات ودوهم لمدة 6 شهور الهند، اتدربوا وجاوا معاهم المعدات بتاعتهم وجاوا بكم مهندسات طاقة شمسية في القرى بتاعتهم وأناروا القرى بتاعتهم ودربوا قرى تانية. دي كان واحدة من المحادثات التجارب الناجحة اللي اتكلمت عنها دكتورة غادة كدودة في المطور بتاع تيدكس.
السلسلة بتاعت المؤتمرات دي تأسيسها في السودان كان من الإنجازات الكبيرة. تفتكر إنه يعني كل مكان المفروض يكون فيه تيدكس وكل جامعة المفروض يكون فيها وكل قرية؟ ليه؟ لأنه مؤتمر حول الأفكار، أفكار تستحق الانتشار. تمام؟ في 2013 كنت جزء من الشباب اللي شاركوا في مبادرة نفير، مذكرينها بتاعت الفيضانات. في مبادرة نفير إخوانا، نفير 2013 كان حدث عالمي. الفيضان يعني خليك من الحجم بتاعه والضرر اللي اصابه كده. المبادره والناس اللي كانوا شغالين فيها عملوا نفير يحتذى به على مستوى العالم. كان في اي حاجه، كل الناس صغير كبير، متعلم ما متعلم، الطبيب والمهندس كل الناس اشتغلت مع بعض. فكان الترتيب اللي حصل بتاع نفير ده ترتيب غير مسبوق. استشهدوا به في عديد من الحاجات، اتكتبت فيه اوراق علميه. فالواحد كان فخور جدا انه كان جزء من الموضوع ده، ونحن كنا الجزء بتاع الاي تي. يعني جوا نفير كان في ناس مسؤولين من الاي تي، كنا جزء منهم. فدي حاجه بالنسبه لنا كانت مشرفه جدا وممتازه. في 2015 كنت استاذ في جامعه الملك فيصل في السعوديه، وكنا بنمشي العمره كل شهر، كل ما ينزل لنا مرتب بنمشي العمره. فالمشيه بتاعتنا للعمره بقينا زي شلة بتاع الشباب، فبنمشي نعمل عمرة وبنطلع الحدود بتاعت الحرم بنحرم تاني ونجي نعمل عمرة لزول ميت وأهله ما بيقدر يعملوا له عمرة ولا حاجة. فعملنا المبادرة دي، اسمها مبادرة عمرة موهوبة لشخص ميت. في عندها صفحة في الفيسبوك، بتجي انت بتقول يا اخوان عليكم والله اعمل عمرة لوالدتي اسمها فلان الفلاني. الزول بيمشي يحرم يقول اللهم لبيك عمرة موهوبة لفلان الفلانية دي. والحمد لله أنا بتاع دي كان عملنا مجموعة كبيرة جدا من العمرات، وفي شباب لليلة دي أخوان قاعد يعملوا العمرة الموهوبة. والفكرة دي أخوانا بالمناسبة ما جديدة، قديمة. في سودانيين والله خيرين في جدة كل أسبوع بيمشوا عملوا عمرة لزول. فالناس برضو ممكن تمشي عبر الصفحة بتاعتها، وأسي في شباب احنا طلبنا منه يستلموا المبادرة دي ووصلوا بها. فلو لاحظتوا انتوا الشكل بتاع المبادرات نفسه شكله مختلف، صح؟ حاجة عمرة، حاجة لها علاقة بالدين، ما عارف، حاجة لها علاقة بالمكتبات، حاجة لها علاقة بالتعليم إلى آخره. نرجع تاني نذكر إنه ذوي الشغف المتعدد المالتي بوتنشال آيت ديل جزء مننا وموجودين، نحفزهم وندعمهم، ما نقول لهم يا إخواننا شنو؟ أقعدوا زي الناس، لأنه الناس قاعدين كيف ما عارفينه، مش كده؟ بالنسبه للموضوع بتاع الخطابه الجماهيريه public speaking، قلنا في ناس كتار عندهم رهاب الخطابه الجماهيريه. يعني زول لو قلت له تعال امسك المايك ده ويتكلم قدام الناس، لما يجي يقف كده راسه الزب بيقف طوال بيتقفل، مش كده؟ فعملنا مبادره في الفيسبوك وتبعناها للباحثين السودانيين. المبادره دي كالتالي: انت لو عندك محاضره دار تقدمها بكره، عندك انترفيو بتاع شغل، عندك اجتماع هتتكلم مع ناس وخايف يعني، فبتجي بتعمل بروفة، بتجي تطلع لايف تتكلم، بنقوم بنديك ملاحظات، والله حقه تعمل كده، حقه تعمل كده، حقه تسوي كده، عيده تاني. ففي جروب بتاع فيسبوك موجود اسمه Practice Public Speaking، مارس الخطابة الجماهيرية. فدي برضو من المبادرات الموجودة. في 23/1/2018 تميت 40 سنة، فكرت في مبادرة اسمها خلاصات الأربعين. إخوانا الأربعين ده سن خصاه الله سبحانه وتعالى تحديدا، صح؟ لما الزول بلغ 40 سنة قال شنو؟ ها؟ بلغ أشده. بلغ 40 سنة. أي بلغ 40 سنة. فأربعين سنة ده عمره خصاه. فأنت داخل خلاص على الحتة بتاعت إنك تكون شيخ وإنك تكون زي ما يقولوا عندك حكمة وبتاع إلى آخره. فما هي الخلاصات؟ أنت الأربعين سنة اللي فاتت دي علمت شنو؟ فعملت سلسلة بتاعت فيديوهات عبارة عن 25 فيديو اتكلمت فيه في موضوعات مختلفة. كل موضوع كان عن حاجة. يعني الموضوع بتاع تجربتي في العمل التطوعي ده انا عملته في خلاصة. الموضوع بتاع الحياة الأسرية والحياة الزوجية، والموضوع بتاع الهايجين والنظافة، الموضوع بتاع التجربة في العمل السياسي، الموضوع بتاع الى كل الحاجات دي موجودة زي الكتاب. لانه الناس الجو العام بتاعها بتاع استماع للايف، مش كده؟ فبعمل لايف ببدأ أتكلم أوسق للحاجة، والحاجة دي زيها زي الكتاب لكن كتاب إلكتروني الناس ممكن ترجع له وتشوفه. الفكرة كان من القصة دي إنه أي زول يا أخواننا تم 40 سنة
ممكن يدينا من حكمته يورينا اتعلم شنو يعني في الدنيا. لكن من ضمنها انك تتكلم عن الاخطاء بتاعتك برضو عشان الناس تتجنب اخطائك دي يعني. ما نبقى زي القرود يعني نقع في نفس الخطأ كل زول فينا بصورة مختلفة. فهي فكرة بتاع التشارك بتاع خلاصات وتجارب وبعض الناس يعني بدوا كده لكن باستحياء وما كملوا يعني. فأسا أنا بدعوكم يا أخوان أي زول عمره فوق 40 يعمل خلاصات 40 بتاعته. أقل من 40 يجهز نفسه لخلاصات 40 عشان نقدر نستفيد من بعض ونتعلم من بعض. لأن المجتمع ما بيمشي من غير تشارك بتاع تجارب يعني. تمام؟ من الاستبيان النتائج هذا الاستبيان اللي كان عمل نوع على التطوع الإجابات كانت إنه ما بالضرورة المتطوع يكون خبير في المجال بتاعه. يعني لو طلب منك تتطوع في حاجة ما تقول يا أنا والله دي ما خبرتي. لأنه ممكن تكون أنت الزول الوحيد الأسي ممكن يتطوع. فتطوع ما بالضرورة تكون خبير في المجال بتاعه. ثاني حاجة التطوع بيبدأ من الطفولة أخوان. فالناس تعلم أطفالها التطوع من البداية من الصغر. عشان تبقى شنو حاجة راسخة موجودة ومستمرة يعني. معظم الناس أجابت في الاستبيان برضو إنه التطوع لازم يوافق القيم والتعاليم الدينية للمتطوع. أنا شخصياً ما مع الكلام ده ما بالضرورة يعني. الليلة لو كان إنه والله أنا أتطوع بس مع الزول المسلم مثلاً بيبقى كده ظلمت التطوع صح؟ مش كده؟ فما بالضرورة إنه أنا ده في التطوع يكون الحاجات دي متوافقة تماماً معي. قد تتطوع انت ده في حاجة يعني نفسي لو لقيت لك زول مشرك داري غرك بتخليه ده مع بشر دي مع روح مش كده؟ انت شين دراك انه زول ده ممكن بكرة يسلي ويبقى احسن منك ما كده؟ فالمسألة تعيد انه التطوع لازم يتوافق مع القيم والتعاليم الدينية للمتطوع انا ما معه. لكن معظم الناس اجابوا بانه لازم يتوافق معه. للأمانة العلمية لازم اذكر الكلام ده تمام؟ الناس برضو أجابت إنه التطوع العمل التطوع ضرورة ملحة لازم كل زول يعملها. يعني ما تطوع بس بعد مرات التطوع قد يكون هو الحاجة الوحيدة. ممكن يكون التطوع يا أخوان ناسي لو في نظافة. النظافة دي يا أخواننا عدم النظافة ممكن يؤدي لمشاكل بيئية كارثية صح؟ الليلة لو في حتة فيها موية الموية دي ماسك فيها بعوض مثلا ما بضر الناس كلها صح؟ فهي بعد مرات التطوع بيكون ضرورة ملحة وليس تطوع بس. شفت حاجة غلط صوالي صلحها اتطوع صلحها. لو ما اتطوعت انت صلحتها الضرر ممكن يجيك انت ذاتك بيجيك راجع صح؟ البعوض ما بتعرف هي دار تعظم له هي دار دم بس في النهاية. طيب الناس جابوا برضو في الاستبيان انه المتطوعين ما ممكن يحلوا مسائل البنية التحتية في الدولة. والحاجة دي أنا برضو ضدها. أنا ما بتوافق مع الكلام ده. في زول قريني مدرسة الشيخ مصطفى اللمين أو في زول بعريفة مدرسة الشيخ مصطفى اللمين بتعرفوها؟ تمام. الشيخ مصطفى اللمين ده أخواني زول تطوع عمل له مدرسة. المدرسة هي خرجت أجيال وأجيال صح؟ عندنا هناك كان كمان العشي في بور السودان وناس بوارس دي مدارس أهلية عملوها ناس متطوعين. والتعليم عبارة عن بنية تحتية مش كده؟ بنية تحتية للأدمغة يعني. فالمتطوعين يا اخواننا بيساهموا في البنيه التحتيه. ما بتقدر تقول انهم والله يا اخي البنيه التحتيه بتساهم فيها الدوله بس لا لا لا. ممكن زول يعمل له كوبري اسي لقريتهم ولا لمدينته ولا كده وده بنيه تحتيه. المتطوع ممكن يساهم في البنيه التحتيه. معظم الناس كان اجابوا انه ما ممكن يعني. العمل التطوعي بيعزز مفاهيم زي المواطنه. وانا زول لما يتطوع اسي للناس الصابيننا هنا ده دول ما متطوعين صح؟ ما في زول اجبرك انك تكون صاب بيها. لكن انت متطوع عشان تجيب دوله مدنيه. انت بتحدد مستقبل امه كامله. فالكلام ده بيعزز مفاهيم المواطنه. التطوع بيعزز مفاهيم المواطنه. طيب ده بالنسبه للسلسله بتاعت مؤتمرات تيد. حاجه بسيطه بس انه يعني في السلسله بتاعت مؤتمرات تيد اللغه الرسميه بتاعتها اللغه الانجليزيه. اللغه الرسميه للخطابه في مؤتمرات تيد الانجليزيه. فعشان يكسروا الحاجز ده عملوا مشروع اسمه مشروع تيد المفتوح للترجمه. المشروع ده فيه متطوعين عددهم اكثر من 26,000 بيترجموا لاكثر من 110 لغه مختلفه. المحاضره الواحده تترجم ل 110 لغه مختلفه. عشان كده بتلقى المشاهدات بتاعتها بالملايين.
وكنت يعني الحمد لله ربنا وفقنا وكنت واحد من المتطوعين ديل وترجمت تقريبا اكثر من 1570 محاضره للغه العربيه بالتعاون مع ناس ثانيين. الفكره بتاعتي انك انت بتترجم نص بيجي زول ثاني براجعه وفي زول ثالث بيقوم بصادق على المراجعه بتاعت الترجمه دي. فالحاجه دي انا فادتني شخصيا كثير جدا جدا علمت منها لانه انت بتترجم محادثات لناس بيكون واحد عالم فضاء والثاني بتاع عالم بتاع اعماق محيطات بتعرف. وبعد مرات كثيره انت بتالف كلمات مرادفة لها في اللغة العربية أو بتعمل مقاربات لأنه الكلمة نفسها ما بيكون عندها نظير لها في اللغة العربية. وبضرب مثل تاني دائما بالموضوع بتاع السندويتش يا أخوان. أنا سندويتش دي الترجمة بتاعتها شنو؟ زول عنده فكرة؟ سندويتش؟ ها؟ أنت قلت حشوة دي بالسوداني. لكن باللغة العربية سندويتش دي يا أخوانا الترجمة بتاعتها قال شاطر ومشطور وبينهما طازج. شوف الترجمة دي عاملة كيف. طبعا الناس بترجم ذاته اخواننا بيكون كل زول من حتته يعني. فكان في عندنا مساهمة في صياغة اللغة اللي بترجم لها. يعني اللغة التارجت انت ده بتمشي تقرا في ويكيبيديا بتقرا بتاع بتسأل الناس يا اخواننا مثلا السنجل ستوري يعني في كاتبة نيجيرية اسمها تشيماندا عندها محادثة جميلة جدا اسمها The Danger of a Single Story. السنجل ستوري دي انك انت الزول تقوم ترسم عنه يعني رسمه كده بكلمه واحده يعني قول يا اخي الله يزول الله يا اخي مسكين يعني تاني ما حد يتعامل مع الزول ده في عقلك الواعي ولا اللاواعي الا انه مسكين يعني. والحاجه دي حاصله من المستعمرين تجاه الدول الافريقيه مثلا صح؟ يقول لك يا اخي القاره المظلمه الافارقه مش كده؟ فهم بيقوم يلخصوك انت كلك كده في مشكله وما يتعاملوا معاها الا عبرها. الكاتبه النيجيريه كانت بتقول شنو؟ بتقول انها لما مشت تقرا في امريكا زميلتها معاها في الداخليه اول حاجه كان بتحس بالتعاطف تجاهها لانها افريقيه بس كونها افريقيه دي والله تستحق انه الشفقه يعني. ثاني حاجه سالتها قالت لها يا اخي اتعلمتي لغه انجليزيه وين يعني؟ ونيجيريا الانجليزي لغه رسميه فيها. فقالت يعني زول دي اندهشت لما عرفت انها يعني الزول الفنان المفضل لها ماريا كيري يعني. يعني كانما الناس قاعده في افريقيا دي في عالم ثاني. وفي ناس كتار يا اخواننا بعينوا لنا بالطريقه دي يعني. في كوريا الجنوبيه دي لما مشيت انا ده من الحاجات اللي كان فاجاتني في البدايه واحد من زملائي قال لي يا اخي اسمع ممكن المس جلدك؟ قلت له جدا اتفضل. قالوا سمكه؟ هو سمكه اتفضل. ففي ناس الواحد بيكون في راسه في فكره محدده ويتعامل معاك عبر الفكره دي. فالترجمة بتاع سينجل ستوري دي شنو؟ فقمنا ترجمناها للنظرة الأحادية. The danger of a single story ترجمناها خطورة النظرة الأحادية. لو جيت انت للترجمة كلمة لكلمة الكلام ده ما بيساوي ده. لكن فهم لفهم الكلام ده بيساوي ده. فكان من الحياة المفيدة جدا جدا. واسم المشروع ده اخوانا فيه عدد كبير جدا من السودانيين بالمناسبة شغالين. الموضوع بتاع التنظيم للمؤتمرات بتاع التيدكس برضو دي هنا على اليمين هنا ده بيوريك المؤتمر وجنبه هنا ده التاريخ يعني المؤتمر ده تم تنظيمه كم مرة. فمن تحت بتشوفوا انه في مؤتمر مثلا تيدكس خرطوم لايف ده نظمناه مرتين. خرطوم تشينج نظمناه مرتين. جامعة السودان مرة. خرطوم صالون مرتين. تيدكس خرطوم ستة أربع مرات. خمسة مرات. تيدكس سندرمان مرة، تيدكس الأحفاد مرة، تيدكس السر مرة إلى آخره. تمام؟ فأنا استفدت شنو؟ أنا كزول محب للخطابة الجماهيرية، العمل التطوعي إداني فرصة إنه أتكلم عن تجاربي. يا إخواننا في ناس بيحبوا يتشاركوا التجربة بتاعتهم صح؟ أول ما تبقى كيف الونسة في زول طوال بيكون بيسوق الناس صح؟ لكن لازم يتكلم كلام مفيد. اللي اتكلمت طلص ما في زول يسمع لك. مش كده؟ واحدة من الشروط بتاعت الاستماع لو انت داير الناس يسمعوك لازم تتكلم كلام مفيد يعني مش كده؟ الا لو الناس دايرين اصلا زول بتاع طلس بيجي يقعدوا جنبك تتكلم تلقى الفارغه وبتاعه هنا يجروا بيك زمن ويجروا بيهم زمن يعني مش كده؟ يا عمك انا كسرت سني وانا ما اعرف. طيب ثاني حاجه السفر. انا برضو استفدت من العمل التطوعي في السفر. انا زول بحب السفر. السفر ده يا اخوانا زول بيتعلم منه مش كده؟ قال له سافر ففي الاسفار خمسه فوائده مش كده؟ فالعمل التطوعي اداني فرصه بتاع السفر كثيره جدا جدا. يعني سافرت امريكا ثلاث مرات، المانيا، انجلترا،
هولندا، كوريا الجنوبية، الدوحة، السعودية، دي كلها بيدعوني عشان اتكلم في موضوع. فتخيل انت يكون تابع لك تذاكرك واقامتك، وبعد مرات بيكون معاه ظريف ظريف كده. فدي دي حاجة جميلة يعني، مش كده؟ ده كله استفدته من العمل التطوعي. فالعمل التطوعي انت بتستفيد منه في الحاجة اللي بتحبها. بعد مرات يكون في حاجة بتحبها صح؟ كون زول يقوم يجيب لك مثلا هدية مثلا، اي نوع من الهدايا انت ما دايرها صح، لكن ممكن يفيدك في الحاجة اللي بتحبها انت. فدي من الحاجات اللي استفدتها من العمل التطوعي. تمام، دي واحدة كان من الصور دي في كاليفورنيا، واول مرة كنت امشي امريكا، اول مرة امشي دولة ناطقة باللغة الانجليزية. كان بالنسبة لي دي حاجة جميلة خلاص يعني، مش كده؟ ماشي اشوف كل هذا الكفار على حسب الفهم اللي في راسنا نحن، وماشي ما عارف لشنو، وتعال للناس بتوجس. هنا الانغازي دخلت جوا راس الناس كمية بتاعت مؤاورات وهوس يعني، تشوف لك خواجه كده طوالي بس في راسك جاسوس منظمات صح. فالحاجات دي تبددت عبر السفر ومخالطة الناس التانين. تمام، دي في كوريا الجنوبية، وده اللابتوب اللي بقوله لكم بتاع واللابتوب تشايلد، ده اللابتوب المقصود ذاته. فكنت اتكلم في محاضرة في جامعة سيول عن انه والله شغفنا وهمنا انه نشيل المشروع ده من كوريا، من 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 امريكا ومن الدول المطبقة، ونجيبه السودان يعني. تمام، دي في اسكتلندا، بتكلم عن تيدكس خرطوم والنجاح اللي حققه في 2011. المسرح ده يا اخواننا الواقف فيه بتكلم ده، المسرح ده في اسكتلندا وقف فيه تشارلز داروين بتاع نظرية الارتقاء الناتشورال سيليكشن، نفس المسرح ده. الكلام ده بقوله ليه؟ عشان نعرف يا اخواننا أهمية الحفاظ على الأشياء وقيمتها التاريخية. واحدة من الحاجات اللي عملتها الإنقاذ برضو التدمير الممنهج للحاجات، غير عدم اهتمامهم بالتاريخ والآثار وكده، إنه اخواننا في حتات خربوها. يعني عندنا مباني تاريخية أثرية اتخربت في البلد، يعني القصر الجمهوري ده، لو دخلت القصر ده الخلون أسغردون ودخلت القصر الليلة نفس القصر ذاته، بتلقاه حاجة بيجي حاجة مشوهة كده. غير الجامعات وغير الحتات، في مدارس بقت جامعات، يعني مثلا مدرسة المبارك زروق بقت منسقية الدفاع الشعبي في بور السودان، وده تدمير يعني، تدمير لتاريخ الأمة يعني وذاكرتها، مش كده؟ فتخيل المسرح ده يكون بيجي فيه زور قبل 400 سنة وتجي انت الليلة تجي فيه برضه. ده حفاظ على الهوية، مهم جدا ان الحياة دي نستصحبها معانا يعني. ده كان ملتقى اسمه ملتقى النهضة الشبابي لعدد من أصحاب المشروعات في الوطن العربي، شوفوا منهم ناس يعني مثلا زي سلمان العودة، زي عزمي بوشارة، سعد الدين العثماني. ده في الوقت ده ما كان عنده منصب في الحكومة المغربية، لكن الليلة هو رئيس الوزراء بتاع المغرب. فواحدة من الحاجات يا أخواننا العمل التطوعي بيلمك مع ناس أخيار الناس أفاضلهم، تتعلم منهم وتعمل معهم علاقة، في يوم من الأيام تستفيد من العلاقة دي لوطنك لبلدك إلى آخرها. تمام، دي كان برضو في اسكتلندا، دي في برلين في ألمانيا، دي في اسكتلندا برضو مرة ثانية في 2013. في 2013 دي أخواننا حصلت حاجة، كان المؤتمرات تعادنا بتاع تيدكس السودان اتوقفت بواسطة جهاز الأمن في أثناء المؤتمر شغال. الحاجة المهمة اللي أذكرها لكم إنه المؤتمر بتاع 2013 ده كان فيه ضيوف من 6 قارات مختلفين، منهم واحد يعتبر الأب الروحي للبرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى العالم، اسمه جون هول. جون هول ده المدير التنفيذي لحاجة اسمها لينكس انترناشونال. الزول ده أخواننا غير اقتصاديات دول. شفتوا النهضة اللي حصلت في البرازيل أيام لولا دا سيلفا، مذكرين إنه في عدد كبير جدا من البرازيليين طلعوا من خط الفقر، كان جزء منها البرمجيات مفتوحة المصدر. الناس اتعلمت البرمجة واتعلمت لينكس وبدأت تشتغل وتنتج وبقوا جزء من الاقتصاد على الانترنت. جون هول ده كان وراهم، ده الزول اللي علم الناس وعمل مشروعات هناك في البرازيل واستفادوا منها الناس جدا جدا. فالزول ده لقيته في برلين وطلبت منه، قلت اخذته الامريكان ديل ما دارين اي زول غيركم يتقدم في العالم. قال لي كيف يعني؟ قلت له اخذته عندكم عقوبات علينا احنا كسودانيين، ونحن ما قادرين نحصل على البرمجيات بتاعت مايكروسوفت وبتاعت اوريكل. طبعا يا اخوانا تفهموا انه الناس بتوعون الاوبن سورس البرمجيات مفتوحة المصدر ديل بيعاينوا للشركات لناس الرأس المال زي نظرة الشيوعيين
للكيزان نفس الفكرة. فديل يعتبر زوار دايرين الناس يستخدموا البرمجيات مفتوحة المصدر ويقول لك شنو خليك فري خليك انت حر ما تخلي زول تاني مستعبدك عنده البرمجية هو اللي بيوريك تحدثها 200 وتخدها 200 وتطلعها 200 والسيكوريتي بتاعتها كيف. لا اعمل انت البرمجية بتاعتك وطورها بحيث انك تكون مالك قرارك في يدك. نفس المفاهيم بتاعت الحرية الموجودة في كل العالم مطبقينها في البرمجيات مفتوحة المصدر. فالزول ده بيفهموا ده. انا قلت يا تعالينا السودان قال لي بجيكم اعزموني. فعلا عزمناه وجانا هنا. ده المؤتمر لما بدا يتكلم لما نزل من المنصه جاء واحد ابو العباس المهدي عشان يتكلم. ابو العباس زي الناس ما حدا المكفوفين ما حدا الامل في بحري. بدا يتكلم قطعوا ناس الامن الكهرباء. فالحدث ده كان حدث كبير جدا جدا. انا من الناس اللي يعني ما قادر استوعب لحد الليل لانه في زول داير يضر السودان بالطريقه دي. يعني جون هول الامريكي هو من نيو هامشير ابيض عامل زي بابا نويل كده. لما هو طالع من هنا من السودان كان بيقول شنو؟ بيقول يا اخواننا المشكله شنو في بلدكم يعني؟ واتس رونج ويز يور كانتري يعني؟ الزول ده بدا حياته ومسيرته المهنيه كاستاذ جامعي سنه 1969. من سنة 1969 بيعزموا مؤتمرات وبيجي يقدم علمه ويساهم مع الناس لحد 2013 ما في مؤتمر يتقفل إلا مؤتمر تيدكس خرطوم ده القفلون جهاز الأمن ده لأنه زول بيحتفى بيه. وتجي تقول له يا أخي أنا داير أعمل كده. وكان في مبادرة بتاعة برمجيات مفتوحة المصدر اسمها الرازبري باي والأردوينو دي كانوا يفترض إنها تعمل على مستوى المدارس السودانية ككل ما اتعملت بسبب حسادة هذا الاسم جهاز الأمن ده. طيب ده هنا ده كان في ورشة بتاع العمل عن أفريقيا والابتكار في أفريقيا موجود هنا ده من الكونغو اليميني ده من المغرب وده من الكينيين البيض اللي هم الوايت كينيز. وديل يا أخوانا مؤسسين مبادرة اسمها وشاهيدي. وشاهيدي اللي هي بتعمل النظام بتاع الخرائط خرائط الأزمات. يعني مثلا لو في فيضان وفي طريق آمن كيف نعرف الطريق الآمن ده؟ هم بيعملوا لك خارطة بأنه كل زول بيرسل لوكيشن لحتة محددة بيقول الطريق بيجاي كويس. زول تاني بيرسل لوكيشن بيقوم بيربطوا النقطتين ديل مع بعض لحد ما يتشكل طريق كامل يجيبوا بيه ناس اللي غاسة يغيسوا الناس. فالمبادرة بتاعت وشاهيدي من المبادرات الرائدة جدا جدا على مستوى العالم لأنه ما بس في أفريقيا تم استخدامه في اليابان لما حصل القصة بتاعت الأزمة بتاعت المفاعل النووي واستخدموها في حايتي لما حصلت القصة بتاعت السونامي وإلى آخره. طيب دي في واشنطن العاصمة. واشنطن العاصمة دي هنا مع نيو أمريكا فاونديشن. ودك هنا كنا بنتكلم على مشكلة العقوبات الأمريكية وإنها ما بتخلي الناس يحصلوا على البرمجيات تمام. الزول اسمه أمون واتسولفاب أول واحد هناك ده على اليمين ده شغال في الكونغرس الأمريكي شغال مع واحد من السينيتورز بتوع الجمهوريين. وبرضه كنا نتكلم في الموضوع بتاع العقوبات الأمريكية. البعده ده دكتور نصر الدين عبد الباري وكان أستاذ بتاع قانون في جامعة الخرطوم وعمل الماجستير في جامعة هارفرد والدكتوراه في جامعة جورج تاون من الخبراء القانونيين بتوع حقوق الإنسان على مستوى العالم يعني. وكنا نتكلم لما كنا نتكلم في المنصة دي بأن العقوبات يعني ضارة السودانيين في المجال التقني والتعليم. وكان فكرته في انه والله العقوبات دي على الحكومه والناس ما تستسهل الموضوع ده. يعني الحكومه دي مضغوطه بالعقوبات والناس تخلي العقوبات زي ما هي بل يفترض انه يزيدوا العقوبات. يعني كان في كل واحد فينا متبني وجهه نظر مختلفه. انا بقول له ورك استاذ جامعي بدرس طلابي في جاردن سيتي ولا الزعيم الازهري ولا جامعه السودان ولا كده بدرسهم حاجه ما بيقدروا يطبقوها في ارض الواقع. لكن هو كقانوني وزول عنده فهم سياسي اوسع مننا بيقولوا الحاجه دي ما بس تاخذوها كجزئيه بتعدين في زول واحد متضرر الحكومه لازم يكون عليها ضغط. فدي كان منصه متنوعه جدا ودي من نيو امريكا فاونديشن. دي هنا في جده في المملكه العربيه السعوديه اللي هو كان بيتكلم على اللغه العربيه والمحتوى العربي على الانترنت بصوره عامه. دي حتات مختلفه يعني اتكلمت فيها
مثلا زي جامعه ييل. جامعه ييل دي يا اخواني من الجامعات الرائده بتكون في الخمسه الاوائل في الجامعه في 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 العالم. وكان فيها مؤتمر عن الشباب الافريقي ومساهمتهم في السلام وفي صنع 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 القرار. فكان برضو مؤتمر من المؤتمرات المهمه جدا جدا. ودي كلها زي ما قلت لكم زول بيقول لك يا اخي تعال اتكلم عن الموضوع الفلاني في التذاكر وحتقيم في الفندق الفلاني ولو كمان اموره ظابطه بيديك معاه ظريف. يعني الكلام ده كله جاي من وين؟ اذكركم من التطوع تمام. برضو يا اخواننا في حاجه هنا في الثقافه العامه بتاعتنا السودانيه يا اخواننا يقول لك الزول ده بيلمع في نفسه صح؟ الزول ده بيلمع في نفسه. الزول بيلمع في نفسه المشكله شنو يعني؟ مش كده؟ الليله لو كان الوظائف اتفتحت انت لمعت نفسك ما لمعت نفسك؟ لو انت مؤهل للوظيفه هتشيلها مش كده؟ مش دي الدوله المدنيه دايرينها؟ مش دوله الكفاءات؟ فالمساله بتاعت انه زول يقوم يترصد يقول لك يا اخي والله بتلمع في نفسك وانت لمع في نفسك ده كلام فارغ. احنا عندنا مشكله بتاعت ما بنقدم نفسنا بصوره كويسه. الليله لو جبت مصري وامريكي وسوداني ولبناني السوداني لو بيجي عنده جائزه نوبل ما حيشيل الوظيفه صح؟ لانه لو قلت له والله العالم الجليل معانا طوالب بتلقاه عمل كده يقول لك والله ما توفيقنا الا بالله صح؟ بينما الامريكي يقول لك والله احنا عملنا الحاجه دي ذاته وانا والله ساهمت في الحاجه الفلانيه بصيغه كامله من تحت من ثقافته تحت. ما في زول تتقاوض داو كف ما في زول قال لا اخي اقعد زي الناس ولا يا شافع اعمل شنو؟ نموه على انه يكون واثق من نفسه انك تقول والله ها انا ذا مش والله كان ابوي وكان عمي وبتاع. اخوانا اتذكر انه السودان بتاعنا الليله دي في ناس الليله دي داير يحكمونا عشان جدهم قبل 500 سنه عمل له حاجه صح؟ مش كده؟ في ناس شايفين الحقيقه بتاعتهم بالتاريخ مش بالليله انك انت مؤهل والليله انت المفروض تكون انت الاجدر صح؟ فالمساله دي لازم نعين لها كويس. الزول قال لك يا اخي والله انا عملت كده وسويت كده يقول لها يا سلام يا اخي والله ممتاز يا انا نفسي اكون زيك انا والله ذاتي عملت كده كده الى اخره. مش تقول والله يا اخي الزول ده قاعد يلمع في نفسه. يلمع في نفسه ده جزء من التبخيس والتبخيس ده حاجه موجوده في الثقافه بتاعتنا. تمام؟ اي واحد يا اخواننا شايف نفسه مؤهل لحاجه يقول انا مؤهل للحاجه الفلانيه. اي زول فيكم داير وظيفه في الدوله يقول انا داير الوظيفه دي. هو الوظيفه قاعد تجي كيف يعني؟ انت لو مشيت قدمت ليها. مش كده؟ ثاني حاجه يا اخواننا المساله بتاعت الزول اللي بيطلب السلطه. الزول اللي بيطلب السلطه دي انا ما اعرف الناس جايبينها من وين يعني. اذا كان سيدنا يوسف قال له اذكرني عند ربك صح؟ الزول اللي كان قاعد معه في السجن مش قال له يا اخي كلم زولك ده قول له في زول يفسر الاحلام والى اخره مش كده؟ ثاني حاجه قال له شنو؟ اجعلني على خزائن الارض. ده ما طلب سلطه؟ مش كده؟ فالمساله بتاعت انه الزول اللي بيطلب السلطه ما نديها له والله هو عشان دار السلطه ما نديها له دي مساله بتاعت حساده ليس الا. لانه في النهايه طالما هو حيجي بالجداره بتاعته بالتاهيل بتاعه ما في مشكله مش كده؟ فالثقافه بتاعتنا اخواننا ما تبقى ضد نفسنا. ليه؟ لانه كده الزول اللي عنده حاجه المؤهل لها ما حيظهر حيكون قاعد منزوي. انا امبارح اخواننا رشحت شاب لوزاره الخارجيه في الردود يعني كان في حاجات عجيبه يعني كلها جرح كلها تجريح يعني الزول ده ما يكون كوز يعني. اي والله يا اخي ما شاء الله الزول ده ما شاء الله اتخرج من جامعه نوتنغهام تاريخ وسياسه عمل الماجستير في افضل مدرسه بتاعت علاقات دوليه في العالم اسمها ساياس سكول اوف انترناشونال ادفانس ستاديز في جامعه جونز هومكنز. اشتغل في البنك الدولي واشتغل في عدد من المنظمات بما فيهم منظمه اسمها كونفليكت داينامكس ودي المنظمه اللي كان شغاله ميدييتر في مفاوضات السلام بتاعت نيفاشا. بعد ذاك رجع عمل حاجه اسمها الميد كارير ماستر في جامعه هارفارد في مدرسه الحوكمه بتاعت كينيدي. ناس جامعه ام اي تي المعهد الاول في العالم وفيهم مدرسه اسمها سلون للاداره ادوه منحه بتاعت ماجستير في اداره الاعمال. وحاليا هو صاحب مشاريع وكده. زول كان متطوع في حمله اوباما الرئاسيه سنه 2008 في القطاع بتاع واشنطن دي سي. زول الناس الدفعاته الموجودين معاه في الفصل الدراسي وبتاع كلهم وزراء وبتاع في الدول الثانيه. يجيك واحد يقول لك اسمع لكن ما جا صباه معانا هنا والله. وطبعا دي عقليه يا اخواننا الرجعيه بتاعت دار تسوق الزول للماضي.
بينما نحن ماشيين لدولة مدنية للمستقبل. أنا شخصياً بيهمني إنه أحسن واحد فينا يدير التعليم، أحسن واحد فينا يدير الصحة، مش كده؟ ما أكتر زول صباه هنا ده. كلنا عندنا مرحلة، والله في زول اعتقلوا، في زول دقوا، في زول استشهد، وفي زول صباها، وفي زول إلى آخره، لكن في زول هيحكم وهيدير الصحة بتاعتنا، دايرين أحسن زول فينا، مش كده؟ فالناس أفكر بالطريقة دي. الزول اللي بيلمع نفسه حبابه، ونحن دايرين زول بيلمع نفسه ده، تعال ورينا شهاداتك وحاجاتك وقدم للوظيفة شيء يعني، مش كده؟ هاي ما نقعد ما نقف ضد نفسنا يعني، تمام؟ واحدة من الحاجات اللي أنا فخور بها جدا جدا إنه كان في محاضرة عملت في الاتحاد الأوروبي، عملها مدير قطاع تيت في أوروبا اسمه بروني جيوساني، فضرب مثل بثلاثة أشخاص إنه الناس ديل غيروا النمط بتاع تفكيرنا. الزول الأولى، الزول الأول شاب من منغوليا، الشاب ده عمل له موقع، الموقع ده ممكن تسلف زول قروش انت ما بتعرفه، والزول ده يمشي يقول لك انا داير القروش دي مثلا عندي مشروع داير اعمل لك كشك بتاع ليمون، وبتجي له $200. الموقع بتاعه بتجي بتقول والله يا اخوان ده مشروعي داير له $200، بيدوك $200، عملت المشروع بتاعك تعال رجع. الحي طبعا شكلها مجنونه صح؟ داير $200 طبعا الناس ممكن تعمل باب يقلبك صح؟ لكن الموقع ده نسبة الاسترجاع فيه بتصل 96%. فالزول ده هدم الحاجة اللي في بال الناس في انه ما في زول بيسلف القروش ساي صح؟ بالعكس، ولا ما ممكن تسلف زول قروش ما بتعرفه صح؟ الموقع ده بيقول كده انه ممكن تسلف زول قروش انت ما بتعرفه بيرجع لك، فدي حاجة غيرت المفهوم. تاني حاجة الزول التاني دي اللي اسمها كالي دي عملت مشروع بتاع انه لو انت مسافر جبت لك طيارة ولا حاجة، في الطيارة دي حصل لك اي حاجة اي مشكلة، طيارة فاتتك مشيت لقيت انه والله يا اخي ركبوا في حتتك زول ولا بتاع، شركات الطيران دي شركات كبيرة صح؟ هل ممكن ارفع لك قضية في شركة بتاع الطيران وتكسبها؟ نازل عندهم قسم بتاع قانونيين كبير جدا صح؟ الزولة دي عملت مبادرة بتاعت محاميين بيرفعوا قضايا ضد شركات الطيران ويكسبوا القضايا دي، فغيرت المفهوم بتاع انه والله انت ما بتكسب لك قضيه ضد شركه بتاع الطيران، غيرت المفهوم تماما. الزول الثالث كان شخصي الكريم انه ما في زول بيشتغل شغل مجانا، لانه الموضوع بتاع الترجمه ده لما دخلت فيه من ما ترجمت محاضره واحده بتاع التيت لحد 100 محاضره الكلام ده كان معقول، اي زول ممكن يترجم 100 محاضره متطوع، لكن لما وصلت 800 محاضره بيقولنا اخواننا في شنو يا اخوان. أنا شخصيا كنت شغال في التلفزيون الكوري مترجم ومحرر ومذيع أخبار، اليوم بتاعي $120، اليوم بتاع العمل بتاعي كان 4 ساعات فقط، 4 ساعات الترجمة دي كنت بقعد فيها 8 ساعات بعد طبعا. فدي حاجة غيرت المفهوم برضو إنه في زول ممكن يعمل حاجة مهنيا بروفيشنال ولمدة طويلة ومجانا، فكان ده كسر المفهوم إنه ما في زول بيشتغل مجاني، مش كده؟ الناس يقول لك انه والله تايم از ماني واي زول بيعمل حاجه لازم يدق قروش عبره، لا لا كان كسرت المفهوم ده، فكان دي من الحياة اللي كنت فخور بها جدا انه والله يا اخي فيك العافيه. الحاجه الثانيه اللي استفدتها من التطوع يا اخواننا فرصه التشبيك النتوركينج، يعني لما تتطوع انت هسه لو انت جزء من المنصه بتاعتنا دي متطوع في التجهيز بتاعها ومنو الحقيقي يتحدث الليله وبتاع، انت هتبدا تتعرف على المتحدثين صح؟ المتحدثين مين اللي بيجوا؟ بروفيسور شريف فضل، دكتور حسن بلة، الناس كلهم ناس عالميين يعني، مش كده؟ الحين بنحرص في مجموعه مبادره باحثين السودانيين في منبرنا ده نستضيف علماء وباحثين ناس لهم وزنهم عشان يقولوا الناس كلام مفيد صح؟ فانت بتشبك بتعمل علاقات مع الناس، فدي واحده من الحاجات اللي بيستفيد منها في التطوع، انا استفدت شخصيا وحوريكم هسه. الصورة دي يا اخواننا قدام مقر الحكومة الاسكتلندية. الناس الموجودين هنا ديل كلهم علماء. كلهم علماء. أي زول من الناس الموجودين في الصورة دي عالم. الزول اللي في نصنا اللي لابس له كرافتة لونها كحلية دي اسمه أليكس سلمون. أليكس سلمون ده كان الوزير الأول للحكومة الاسكتلندية. الزول ده كان انفصالي،
كان داير اسكتلندا تنفصل عن المملكة المتحدة، لأنه ده كان الهدف بتاعه. كان الوزير الأول حصل استفتاء، الاستفتاء ده صوتوا الناس لصالح البقاء مع بريطانيا مع المملكة المتحدة. لما صوتوا قدم استقالته طوال، يعني ما قال إنه والله أخي الناس لو قالوا ما دهريننا والله إحنا بنمشي، والناس قالوا ما دهرينك أنت اللي برضو قاعد وشغال تكتل فيهم وتعتقل فيهم وسوي، لا 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 طوال. جاي ناس سياسيين محترفين وناس وطنيين. فالزول ده عمل حفل غداء خاص لمجموعة من الناس المساهمين في مؤتمرات تيد، بعد ما هو ذاته تكلم في المؤتمر. الفرصة دي أخواننا بتاعت اللقاء مع الناس ديل، لأنه كان فرصة كافية بتاعت ونسة وكده وبتاع، خلت عندي علاقة مع الزول اللي قدامه دي نمرة 2 اللابسة أسود دي. الزول دي اسمها دافني كولر، دافني كولر بروفيسور بتاع Artificial Intelligence في جامعة ستانفورد. لو في زول بياخد كورسات أونلاين بيعرف إنه في حاجة اسمها كورسيرا. في واحد بيعرف كورسيرا؟ خدت فيها كورس؟ سجلت. دي زول اللي عملت كورسيرا، دي زول اللي زاد. وعلاقتي معايا يا أخواننا خلت إنه لما جو ناس حاولوا يتاخدوا بكورسات والآي بي بتاعهم بالإنترنت أدرس، قال إنه الناس من السودان طوال حجبهم وقفهم. رسلنا لها قلنا لها يا بروفيسور دافني في ناس بيحاولوا يخشوا من السودان وما قادرين. قالت دقيقة شو الموضوع شنو؟ مشيت للشؤون القانونية في المنظمة بتاعتهم وجات راجعة قالت اوكي حلينا المشكلة، وبقى الناس قادرين سيدي انه يلتحقوا بكورسات في كورسيرا. فتخيلوا حاجة زي دي موجودة، الفرصة دي عبر التطوع، دي جات برضو عبر التطوع. تمام؟ الأربعة ديل الموجودين ديل نمرة 2 مني طوالي، دي كرة الصورة دي في ألمانيا. الزول ده هو مهندس الحملة بتاعة التغيير بتاعة الوسائل التواصل الاجتماعي تشينج بتاعة أوباما. الزول ده نمرة 2 ده. الحملة دي أخواننا أكثر حملة في التاريخ السياسي الأمريكي جمع التبرعات. فده الزول اللي كان المهندس بتاعه. نمرة 3 دي عندها مبادرة بتاعة توفير كراسي للناس المقعدين. المبادرة دي على مستوى العالم. الزول نمرة 4 ده زول نجح على مستوى أوروبا في إنه يعمل أكبر تحالفات بناء على التخصص. يعني بدل ما نصوت للحزب الفلاني نصوت للزول الفلاني، فهمتوني؟ يعني ما صوت لحزب، نصوت لزول. ليه؟ لأنه عارفين إنه الزول ده أكثر زول مدفوع لموضوع التعليم. نقول له اسمع أنا إحنا الناس في دائرتك هنخليهم يصوتوا لك انت. فغير تشكيل الائتلافات والاحزاب السياسيه في اوروبا بانه بيمسك قضيه البيئه يقول البيئه هنصوت للزول ده، يبقى بعد تالي الزول ده في حزب ما بهمنا هنصوت له هو. فيقوم بيشيل الزول اللي عنده اهتمام بقضيه معينه ويعمل له قاعده شعبيه. فدي كانت حاجه ذكيه جدا جدا، تجربه يعني مهمه كان الناس استفادتها منه. الزولة الموجودة على يميني دي، الزولة دي كانت فايزة بجائزة أذكى زولة في هولندا. عندهم مسابقة هناك بيعملوها عشان يعرفوا منو أذكى زول في البلد في اللحظة دي. الكلام ده بناء على شنو؟ بناء على البحث بتاعك اللي عملته والنتائج اللي وصلت لها. فهي عالمة بتاع الدماغ. فكان فايزة بالجائزة دي في 2012. ده بروفيسور علام النور، وده مخرج برازيلي، وده الامريكي اللي قلت لكم اللي اتقفل فيه المؤتمر ناس الامني قفلوا فيه اللي اسمه جون هول. البروفيسور على يميني ده اسمه سوغاتا ميترا. سوغاتا ميترا ده في نظريات التربية والتعليم جاب حاجة مهمة جدا واثبتها بالعلم. قال انه الاطفال ممكن يعلموا نفسهم من غير وجود معلم. على الناس انهم يشجعوا الاطفال فقط. يعني الطفل لو لقيته بيتعلم من طفل تاني صفق له، بس دي مهمتك. مهمتك انك تطرح عليه اسئله ويجايبه هو. وعملوا تجربه اسمها هول ان ذا وول. التجربه دي كالتالي، بيكون ده الحيطه بتاعت المبنى بيفتحوا فيها شباك، بيخدوا شاشه بتاعت كمبيوتر وكيبورد وماوس وبيخلوها بس. الاطفال بالفضول بتاعهم حبهم للمعرفه بيجوا، الواحد بيعاين في الحاجة كده شايف له نور منور في حتة بيبدأ يهبش. أول ما هبش
لاحظ انه الماوس في حاجه اتحركت في الشاشه صح؟ عمل في الكيبورد حس انه والله في حاجه تتكتب جوا صح؟ الناس ديل التجربه بتاعت هول ان ذا وول اتعملت في الهند في قرى ما فيها كهرباء ما فيها زول بيتكلم لغه انجليزيه. الاطفال علموا نفسهم بنفسهم اللغه الانجليزيه. السلسله بتاعت الحمض النووي الجينوم السيكونسينج وعلموا نفسهم مهارات اداريه زي سكرتيره بريطانيه. لذلك الزول ده الورقه العلميه بتاعته والتجارب بتاعته فاز بجائزه تيد $1,000,000 سنه 2013. فدي واحده من الحياه التطوعيه انها بتلم في ناس زي ديل. شوقات مدنا ده من الناس اللي عندنا عليهم اكسس، عندنا معاهم علاقه شخصيه. هندعيه ان شاء الله في دولتنا المدنيه انه يجي يساهم معانا في الديزاين بتاع المساله مدرسه الكلاود. هو عمل حاجه اسمها مدرسه السحاب. مدرسه السحاب دي مدرسه موجوده في كل انحاء الوطن، بتحطها انت في حتات مختلفه والاطفال بيعلموا نفسهم بنفسهم من غير وجود معلم. اوكي؟ الزول ده اسمه ديفيد ارامكس. لو في اي زول فيكم بتاع اي تي بيعرف قواعد البيانات مفتوحه المصدر اللي اسمها ماي اس كيو ال، في زول بيعرفها ماي اس كيو ال؟ ده الزول اللي عملها، ده الزول اللي عمل الماي اس كيو ال اللي هي قاعده البيانات مفتوحه المصدر. فده كله اخوانا برجع بذكركم انه العمل التطوعي اللي وداني الحتات دي الاستفاده بتاعتي الشخصيه. انا بحاول اعكس استفادتي الشخصيه انا ده لانها تكون استفاده وطنيه للبلد ككل. وانا متاكد اي زول فيكم هسه حاليا بيكون لو عنده حاجه داير يديها للناس. فالمنبر بتاع الباحثين السودانيين ده اخوانا دي الحته بتاع تشارك التجارب، الناس تقدم فيها التجارب والخلاصات بتاعتها. البروفيسور ده بروفيسور جامعه هارفرد، ده في مكتبه جوه جامعه هارفرد الكلام ده. اسمه ديفيد كينج. ديفيد كينج ده رئيس لشعبتين في مدرسه كينيدي للحوكمه. الزول لما ينتخبوا للكونجرس بيجي ياخذ له دوره في هارفرد. الشعبه دي اسمها نيولي الكتد كونجرس ممبرز، ده المدير بتاع الشعبه دي. وكذلك مدير للشعبه الثانيه اللي هي دي من اهم الشعب، اهم المدارس اللي بيقروا فيها القاده في العالم، اللي هي مدرسه الاداره العامه اسمها الماستر اوف بابليك ادمنستريشن. الزول بعد ما يشتغل في الحكومه ولا في القطاع العام ولا كده لفتره بيجي بياخد اسمه الماستر بتاع الميد كارير. الماستر ده انت بتكون قياده وسيطه وماشي تبقى قيادي، بيقروك فيه حاجات مهمه جدا جدا. فالزول ده رئيس الشعبه. حتى الناس دي اخوانا ادوني زماله بتاعة حاجه اسمها الكار سنتر، مركز حقوق انسان في الحوكمه اللي هناك. ليه؟ لانه انا مهتم جدا بمكافحه الفساد. واسي حاليا لو في منصب انا محتاجه دايره اشتغل في الحكومه الجايه دي، انا داير اشتغل في مفوض مكافحه الفساد. لان الفساد بقى ثقافه في السودان بسبب الكيزان يعني. شفتوا كيف؟ فالناس ديل عندهم كورسات بتاعت انتخابات مثلا. والجامعات الامريكيه والتعليم العالي الامريكي ده هو الحاجه اللي كاسحه بيها امريكا العالم كله. فديل الناس العقول اللي بتمشي امريكا. مش زول جايبينه عشان زولنا ولا عشان كوز ولا عشان كده. تمام؟ جابن هيرما دي هابن هير جيرما من اصول اريتريا، دي اول زوله بلايند ديف. الزوله دي اخواننا كفيفه وسماعها ضعيف جدا جدا. دي اول زوله تتخرج من مدرسه هارفرد للقانون. الزوله دي عملت ماجستير في هارفرد للقانون وبعد ذاك اسست منظمه تطوعيه حقوقيه للدفاع عن حقوق الاقليات بالتركيز على المكفوفين وعلى الناس ضعاف السمع. فقال لقيته في بالتيمور في امريكا، ودي شخصيه يعني الواحد معتز جدا جدا بانه بيعرفها ويتعلم منها والهم منها يعني. تمام؟ ديل الشباب اللي بيعملوا مؤتمرات تيدكس هنا في الخرطوم، منهم عمر الامام وساجد الماحد كباشي، ديل من الشباب المشرفين في مجموعه الباحثين السودانيين. ده بروفيسور نمر عثمان البشير. نمر عثمان البشير بروفيسور في جامعه تكساس اي ان ام. جامعه تكساس اي ان ام، تكساس يا اخوانا في امريكا فيها البترول والغاز والحاجات دي، يعني اغنى حته في امريكا ولايه تكساس او ولايه كاليفورنيا، لكن تكساس غنيه بالنفط. فهناك الجامعات بتكون الجامعه
في يعني شغاله بحوث لها علاقه بالمكان اللي هو فيه، زي ما مثلا يكون عندنا جامعه في كردفان مهتمه مثلا بالمراعي، جامعه في دارفور مهتمه بالزراعه، جامعه في الجزيره مهتمه بالزراعه، جامعه في القضارب مهتمه بالصحه. فجامعه تكساس A&M هي الجامعه الاولى في العالم في موضوع الغاز والنفط. عندهم مراكز بتاعت بحوث، بروفيسور نمر ده مدير مركزين بتوعهم بحوث، فهو يعتبر الباحث الاول في الغاز في العالم. في العالم الزول ده اخواني جه الاعتصام هنا ده وقدم محاضره في المنصه الرئيسيه هناك عن ربط التعليم العالي ما بين العالم كله، وهم ديل اخواننا التجمع بتاع اساتذه الجامعات السودانيين الامريكان، فيهم ناس في MIT وفي هارفارد وفي كل الجامعات دي. فده برضو من الناس الواحد فخور جدا انهم مستعدين السيدي يساهموا في بناء السودان. فانا ما تقول ما في كفاءه، الناس ما تفتكر انه والله والله السودان ده من اغنى البلدان، من اغنى البلدان، ها ايوه، في المملكه المتحده في اكثر من 20 في طبيب، طب متخصصين سودانيين، تمام. ديت شباب يا اخواننا باحثين في الدراسات الاجتماعيه في معهد الدوحه للدراسات العليا. ده كان يعني محاضره كان عن البحث العلمي وفي السودان وكده، فالواحد كان سعيد جدا بانه يلقاهم، تمام. دوره حياه المتطوع، المتطوع يا اخواننا بتبدا في انه الزول بيبحث عن فرص بتاع التطوع، مش كده؟ يعني هسه اي زول داير يتطوع اول حاجه بيفتش له فرصه بتاع التطوع، مش كده؟ بعد كده لو لقيت لك ابلكيشن فورم ولا بتاع ولا عبر معرفه دخلت في التطوع نفسه. بعد كده استوفيت المطلوبات، يعني هم دايرين متطوع زول يكون عمره كده، نوعه كده، راجل مره، جامعي، الى تستوفي المطلوبات. بتتدرب، لازم تتدرب. يعني داخل المجموعه بتاع التطوع دي اذا كان بتطوع في التعليم، في الصحه، في الوعي الى اخره، لازم تتدرب. بعد كده بيكون في جدول زمني لانهاء المهمه، صح؟ وبعد كده بترجع تاني تفتش. دي الدوره بتاعت الحياه بتاعت المتطوع بصوره عامه. بكل اسف يا اخواننا، ودي من الحتات اللي فيها مشكله، انه اول ما انجزت المهمه بتاعتك بتكبرها، صح؟ اول ما انجزت في الجامعه بتاعتك بتكبرها، مش كده؟ التطوع يفترض انه يكون جزء من حياتنا، يعني ما حاجه بتنتهي بانتهاء المهمه. يفترض انه اخواننا الناس تعمل تطوع في الحله بتاعتها، تنظف، مش كده؟ في مكان العمل بتاعك تطوع، حس الناس التانيين انهم يشتغلوا وينتجوا. لانه عدم استيفائك للشغل بتاعك واخذت مرتبك في الثمانيه ساعات دي، ده فساد. انت ما استلمت مرتب للشغل اللي اشتغلته. مهم جدا يا اخوان، الفساد كثقافه لازم نحاربها لنفسنا اول شيء، وبعد كده نطلب انه نحاربها عند الناس التانيين. طيب الحساب بتاع تكلفه المتطوع، اي عمل تطوعي عنده حساب بتاع تكلفه. الليله اخواننا انا اي يوم، اي يوم، كل يوم انا كنت متطوع موجود هنا في المنصه بتاع الباحثين السودانيين دي، من مرتبي انا ده في 200 دولار مشت مني، حسب مرتبي انا ده يومي ب 200 دولار. الثمانيه ساعات شغل على حسب المرتب اللي باخده 200 دولار. اي يوم جيت هنا ده صابيه في 200 دولار طارت مني. فانا سي بقدر اقول لكم انه انا ده يومي ب 200 دولار، معناه شنو؟ معناه تكلفه اليوم التطوعي في اعتصام القياده العامه يومي ب 200 دولار. انت يومك بكم؟ بتحسيبه كده ده، بانه انا والله المرتب بتاعي عامل كده، لو كنت يوم بتاع تطوع الجزء بتاع اليوم بتاعي دي التكلفه بتاعتك. لو كنت ما شغال افرض لك رقم، لو انت شغال يفترض انه دخلك يكون كم؟ عشان تقدر تحسب، لانه اي حاجه ما محسوبه يا اخواننا بتقدر تقيسها. If you cannot measure it دي مشكله كبيره، لازم تحسب، لازم تحسب. اي زول فيكم يعمل برايس تاج، يحط له سعر لزمنه، لانه الزمن بتاعك ده مهم وعنده قيمه، عشان ما نضيع الزمن ساي. بقول لهم دائما يا شباب، انت ده لو قاعد هنا ما مستفيد من زمنك انت قاعد تحرقه ساي في الهواء. لو زمنك ده الساعة بتاعتك ب 10 جنيه، اتذكر انه لو في ساعة مرت وانت ما مستفيد منها كأنك طلعت 10 جنيه من جيبك شرطتها جدعتها في الواطن، عشان نعرف أهمية وقيمة الزمن.
تمام؟ فإذا تكون في مهمة مطلوبة دي كلها داخلة في التكلفة. المهمة المطلوبة إنه نعمل المنصة بتاعت الباحثين السودانيين في اعتصام القيادة العامة، تمام؟ عدد المتطوعين المطلوبين كم عشان المنصة دي تتعمل؟ التجهيزات بتاعت الحاجات دي كلها داخلة في التكلفة، مش كده؟ مؤهلاتهم شنو؟ زمن المشروع، زمن المشروع ده مرتبط بزمن الاعتصام، مش كده؟ كيف نحصل عليهم؟ عبر مجموعة الباحثين السودانيين. معناها التكلفة بتاعت الحصول على المتطوع بالنسبة لإحنا صفر. هنكتب لنا بوست في الباحثين وده اخوانا دارين متطوعين هنا ده. لكن في حاجة تانية ممكن اعمل اعلان في الجريدة، اعلان في التلفزيون، ممكن اخلي لي زول يعمل لي فيديو، الفيديو ده اشيله اوديه لقناة فضائية. دي كلها حسابات على التكلفة داخلة في المتطوع، تمام؟ ترتيب اجراء المقابلات، انا جوا لي 5 انفار قالوا لي اخي دارين نتطوع معاك هنا ده، لازم اعرف ان هم منو فياتهم شنو الى اخره، صح؟ فالكلام ده برضه داخل فيه زمن تكلفة. الفحص الامني ممكن زول يجيك هنا يكون يعني مزروع، صح؟ يكون يجيك هنا عشان انت الشغل ما يتم، بدل ما يتم يقوم يشتغل لك ضدك يعني طابور. التدريب انت هتدرب الزول ده على انه يعمل الحاجه كيف، صح؟ ولو في اي تكاليف اخرى غير منظوره، دي كلها داخله في تكلفه المتطوع. انا بالنسبه لي بقدر احسبها بانه اليوم بتاعي عنده قيمه، لكن زول ثاني بيكون القيمه بتاعته مختلفه. كلنا نجمع القيم دي ونقسمها على التكلفه الكليه عشان نعرف الافريج بتاع الحساب، تمام؟ قلنا انه اخواننا التجربه بتاعتنا في العمل التطوعي بدات كمتطوع، لكن بعد كده مشينا في اداره التطوع. انت لما تعمل لك جمعيه انت بقيت مدير الجمعيه، انت قاعد تدير في عمليه تطوعيه، صح؟ لكن في مرحله ثانيه اللي هي تعمل منصه بتاع التطوع. المجموعه بتاع الباحثين دي، الباحثين السودانيين، عباره عن منصه بتاعت حاجات تطوعيه. ليه؟ لانه بيطلع منها مبادرات، نعم للتنوع. دي مبادرة قائمة بذاتها، لكن طلعت من وين؟ من منصة الباحثين السودانيين. انت بدل ما يكون عندك طيارة انت عملت مطار، معناها كل طيارة تيجي تطير منك، صح؟ فدي حتة مهمة جدا في انه الزول لما يشتغل بعد فترة كافية لازم انت ترتقي في الاداء بتاعك، تطلع من المستوى ده كنت بتعمله كل يوم، تاخذ لك تدريب توعي اكتر وتطلع لفوق. بعد شوية تعمل تدريب خبرة زيادة وتطلع لفوق زيادة، تمام؟ فبتخطط انت العمل المطلوب انه والله المنصه تكون شغاله كل يوم، تختار الناس المتحدثين حيجوا منه، تعمل تدريب ودمج في نفرين بيكونوا يشتغلوا بنفس الحاجه، تخليهم يشتغلوا شفتات ورديات، بعد كده الاشراف بتاعك والتقييم بتاعهم، بتنهي الخدمه. اي زول يتطوع معانا هنا اخوانا في اعتصام القياده العامه ده، احنا هنكتب له خطاب بتاع تزكيه، مستعدين انه نوفر له اي حاجه موجوده عندنا ونكرمه، نجيب هنا قدام الناس نعمل له ريكوجنيشن. يا اخوانا نشكر المتطوع فلان الفلاني ده على انه تطوع معانا في عمل 1 2 3، دي مهمه جدا جدا عشان الناس ما تحس انها والله شغلها ما ريكوجنايز ما ابريشيتد، تمام؟ العائد من الاستثمار في التطوع كيف بنقيسه؟ بيتم العائد في الاستثمار في التطوع ما بيتم بصوره مباشره، بيتم عبر قياس الاثر الاقتصادي للتطوع من ناحيه الفرص. يعني احنا طوعنا هنا في الباحثين السودانيين في عشان المنصه دي في رمضان، تمام؟ شنو الفرص اللي طلعت من تطوعنا هنا؟ طلع فرص على منح دراسيه، فرص تدريبيه، الناس اتعرفت على بعض، عملت شركه مع بعض، في 2 لاقوا بعض هنا ده امورهم مشت تمام، شفاته وكنداك قام يتزوجوا الى اخره. فالمخرجات بتاعت الحاجات دي انت بتقدر تقيس اثرها اقتصاديا، لكن التطوع ذاته في اثناء ما هو شغال ما تقدر تقيس. ثاني حاجه في الرضا النفسي. الرضا النفسي ده جزء من التخطيط بتاع الاقتصاد بصوره عامه. الهدف الكلي للاقتصاد وزاره الماليه الهدف بتاع الرفاه بتاع الناس وسعادتهم. فالسياسات الماليه توفير الكاش، الصرافات، ما عارف توفير الفرص بتاعت الشغل الى دي كلها الهدف بتاعها في النهايه شنو؟ الرفاه بتاع الناس. فالرضا، الرضا ده جزء من الحاجات اللي يقول على الكاستمر ساتسفاكشن. كونك انك انت راضي عن العمل بتاعك ومشعرك بالسعادة، ده بيديك دافع لانك تعمل حاجة تانية افضل، مش كده؟ خليك سعيد ومبسوط وبتنشر السعادة وسط الناس يعني، تمام؟ في دراسة عملت في المتاحف انه العائد من التطوع لاي زول بيتطوع، يعني تمشي المتحف بتلقى لك زول كده يقول لك يا اخي تعالى اوريك ده ترهاقة ودي الكنداكة اماني شخيته ودي، مش كده؟ الزول ده ممكن يكون متطوع. في كندا عملوا دراسة العائد من التطوع بتاع الزول ده كان عبارة عن 3.5 دولار، لأنه هم الزول ده ما دربوه، صح؟
لما جاب قال له ترى اتطوع معاكم، جابوه وعملوا معاه الانترفيو ومسكوا المهمه بتاعته كده. فاي دولار استثمروا فيه التدريب بتاعه العائد منه 3.5 دولار، فدي دي ده عائد كبير جدا صح؟ معناها شنو؟ 350%، حاجه ما سهله يعني. فده بيتحاسب الحساب، وفي كالكوليتر، في حاجه اسمها الريتيرن اوف انفستمنت ان فولنتيريزم. الشيت ده موجود اونلاين، بتخد فيه بتعبيه المرتب اللي هتديه للناس، التريننج، بعدين في حاجات في التطوع احنا ما قاعدين نعملها هنا لكن مهمه، منها التامين الصحي. اخوانا لو حصل حادث للمتطوع ده اللي بيعالجه منه، دي حاجه لازم تاخدها في الحسابات بتاعتك، تمام؟ في زول بيمشي يعمل لك الفحص الامني بتاعه، انه الزول ده والله يا اخي ما عنده جريمه اخلاقيه ولا حاجه ولا كده قبل كده، الفحص الامني ده في جو التجميد عنده قروش صح؟ فدي كلها في التكاليف الداخله. في الكميه بتاع التكاليف الناس بتحسبها بما فيها الاكل والشراب، طوعيه بيجوا معاك ده ياكلوا ويشربوا صح؟ ياكلوا ويشربوا منه، دي داخله بالتكاليف بتاعتك برضه. فالكالكوليتر ده موجود اونلاين، الناس ممكن ترجع له، لاي زول عنده حاجه تطوعيه املاه، تاخد انه والله دي التكاليف بتاعتي، دي الاستثمارات، وبعدين تجي تقيس العائد الاقتصادي من الحاجه دي، وتعرف انه العائد من الاستثمار في التطوع في الحاجه دي كم. في كالكوليتر موجود، تمام؟ السؤال بتاع انه ليه ما بتصمد الكثير من المبادرات في السودان؟ في كميه بتاع المبادرات بدت صح؟ تطوعيه. اي حاجه بتقول بتلقى لها مبادره، ليه ما قاعد تصمد؟ ليه ما بتواصل؟ دي الاجابات بتاعت الناس كان في الاستطلاع، انه المنهجيه والتنظيم في العمل التطوعي في غياب، لانه الشخص بيتعاملوا معه بيتعامل مع التطوع كعمل اضافي، ما بيديه نفس الاهتمام بالعمل فيه، يعني نفس الاهتمام بتاع العمل بتاعه ذاك بياكل يشرب. في مشاكل سلوكيه لها علاقه بالصراع والتنافس على اداره العمل التطوعي. العمل التطوعي كان محكوم بجهاز الامن وقت الانغاذ يعني. فبالتالي انت ده لو جيت ده بتتطوع في حاجه وانت الزول المؤهل ما بيدوك فرصه، مش كده؟ فدي تنافس غير نزيه في عمل تطوعي، انه الدوله ده داخله متغوله فيه، تمام؟ في تعصب بعض مرات برضو، تعصب لاشخاص ولا تعصب لمجموعات، بيخلي انه العمل التطوعي يعني يكون منفر للناس، بالتالي المبادره بدل ما الناس تدعمها تقوم بتنسحب منها، انسحابك من المبادره بيرميها طوال يعني. عدم التوعية بأهمية تبني الدولة للثقافة بتاع التطوع، يعني لو موجودة الثقافة المفروض تكون موجودة في المنهج التعليمي صح؟ يعني الناس تدرسها ويكون في التزام. في جامعة بيرزيت في فلسطين مش عندنا حاجة اسمها متطلبات الجامعة، عندهم هناك متطلبات تطوع، لو ما عملتها ساعات بتاع التطوع ما بتتخرج من الجامعة. فده جزء من تأسيس الثقافة ذات بتاع التطوع داخل المناهج التعليمية. في كندا في احصائيه يا اخواننا انه المتطوعين في كندا بيعملوا حاجات قيمتها اكثر من 2 مليار دولار. 2 مليار دولار من الحاجات اللي عملت التطوعين. حاجه ضخمه جدا صح؟ احنا في السودان في يعني الاطباء تلقى يتطوعوا صح؟ بس الاطباء تطوعوا لكل الجرحى بتوعون الحرايق وكان عندهم عيادات ميدانيه، لكن قيمتها كم ما عارفينها. مش كده؟ الطبيب ده عنده زمن وعنده وفي صياد تبرعوا بادويه وفي الحاجات دي المفروض نحسبها عشان نعرف العائد بتاع التطوع بتاعنا قد شنو، تمام؟ في مؤثرات خارجيه في التطوع وحاله بتاعت احباط عام، لانه التطوع الله ما فيه، هذا كلام فارغ صحيح. واقف لي يا اخي جنب الاشاره عشان تعمل شيء داخلي. حاله الاحباط دي بتثبط المبادرات. ثاني حاجه واحد قال برضه الحسد يعني. الناس بتحسد بعض وكده وواحد دار يظهر يعمل لك فيها والله احنا عملنا شنو في الاعتصام كنا شنو بتاع. دي من الحاجات اللي بتوقف المبادرات انها تمشي. عدم التخطيط السليم للنمو والتطور عبر منهج مدروس، دي واحده من المشاكل برضو بتاعت المبادرات اللي هي بتجيب ما بتستمر في السودان. دي كلها حاجات يا اخواننا مانجبل، يعني ممكن الناس تحلها، تقعد فيها كباحثين وتشوف كل مشكله من دين كيف ممكن نحلها ونمشي بها لقدام. تمام؟ في مبادرات يعني زي الباحثين السودانيين، مبادره المعرض شنو شارع الحوادث، تعليم الاطفال، التصوير والاخراج، دي مبادره بتاعت اخونا مصعب حسونه. هو حاليا موجود هنا ده اخوانا من الناس المسؤولين من الاعلام في الاعتصام هنا ده، مبادره ممتازه جدا جدا. دي مبادره الباحثين السودانيين، يا اخواننا في مبادره الباحثين السودانيين اخونا دكتور مصعب علي عوض الكريم
عمل شراكة مع حاجة اسمها تريندين أفريكا، ودي شبكة بتاعت باحثين على مستوى العالم بيهتموا بأنه يرقوا البحث العلمي في أفريقيا. الناس دي الأخوان عبرهم استضيفنا في سيمينارين اثنين من العلماء حايزين على جائزة نوبل، اللي هو البروفيسور إيرين نيهر والبروفيسور مارتن شالفي. ديل قدموا لنا سيمينارات للباحثين السودانيين، ودي حاجة كبيرة جدا حصلت عبر المجموعة دي. دكتورة أميمة هاشم عبد المطلب نظمت اللي هو ورشة العمل عن البحث العلمي وتطويره والمعرفة، تبادل المعرفة. ده خالد عثمان الفيل عمل الكتاب بتاع الدليل الإرشادي للطلاب وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا في السودان، موجود في PDF ممكن الناس ترجع له. باحثين السودانيين لما بدأت الثورة دي أخوانا في ديسمبر، الباحثين السودانيين عملوا دليل إرشادي للسائر السوداني إنه من البيت تلبس شنو لو طالع المظاهرات، لو كتموك فيها بومبان، لو كتموك بومبان تعمل شنو، لو في زول الجرح جنبك، لو في زول الضرب جنبك، لو قبضوك اعتقلوك تقول شنو، تتكلم كيف. ودي واحدة من الحاجات اللي عملوها الباحثين السودانيين. تمام، ده الموقع على الانترنت. الموقع على الانترنت اخوانا بيحاول يلم كل الكفاءات البحثية السودانية، الدكاترة والاكاديميين على الانترنت. من المشاريع على المؤسسة اللي هو المشروع بتاع المؤتمر السنوي. تمام، دي نماذج للمحاضرات والورش اللي تقدمت وموجودة في القناة بتاعتنا في اليوتيوب، من ورشة كيف تكتب بحث علمي وتنشره لحد هنا ده انك كيف تخش مدرسة كينيدي للحوكمة في هارفرد، وموضوعات قانونية مهمة زي رخص المشاعر الإبداعي اللي هو الكرياتيف كومونز، المبادرة بتاعت العمر الموهوبة. هي كامل الشابة اللي اسمها غيدادي. غيدادي حاول تسلط الضوء على مرضى السرطان في السودان والحياة اللي بيعانوها فيها، فحلقة شعرها فان غيدادي انا بعتبرها بطلة، وحاولت اسلط عليها الضوء عشان اوري كيف التطوع. يعني الليلة اخواننا بيت تحلق شعرها دي ما حاجة سهلة مش كده، لكن تطوعت بحلاقة شعرها عشان تلقي الضوء، تسلط الضوء على معاناة مرضى السرطان في السودان. فزولة بطل اخوانا، يستحق انه والله فعلا الناس اذا ناصر. إدارة العمل، إدارة المعرفة في العمل التطوعي يا اخوانا، في ورقة علمية ان كان قبل كده كتبتها عن إدارة العمل التطوعي، انه الفاونديشن سنتر ده افضل نموذج ممكن نطبقه في السودان. الفاونديشن سنتر عبارة عن منظمة بتجيها داخل برجلينك يقول اخوانا انت تطوع في تعليم الاطفال، بيطلعوا لك الفهرس. كل المنظمات على مستوى امريكا شغاله في تعليم الاطفال، والعناوين بتاعتهم وتلفوناتهم، وبيوروك مين بيمولهم، يساعدوك في كتابه المقترح لانك تتبول، ويدربوك على انك كيف تدير العمل التطوعي. كل الحاجات دي عندهم. المساله بتاعت الكونكت انه بيربطوا المنظمات التطوعيه ببعض. امباور بيوروا الناس اللي بيدعموا العمل التطوعي منو. بيلت بيدوك قاعدة بتاعت بيانات، منصة بتاعت بيانات دي استخدمها. كومنيكيت بيوروك انك كيف توصل المعلومة بتاعتك، دي حتة مهمة جدا صح؟ سواء للناس المستفيدين ولا الناس الداعمين. انكريج بيوروك انه لازم تكون ترانسبيرنت، لو في زول اداك قروش لازم توري القروش دي شلتها منه كيف وصرفتها كيف. الترانسبيرنسي الشفافية مهمة جدا لمحاربة الفساد. تمام؟ انشور لازم تتأكد من انه التكنولوجيا خادمك في تحقيق الاهداف بتاعتك. فالموديل ده، النموذج ده لإدارة العمل التطوعي في السودان ككل، انا شايف انه انسب نموذج، عشان كده جبته كنموذج اللي هو الفاونديشن سنتر في امريكا. دي الخلاصة، الخلاصات النهائية اللي ممكن اقولها لكم في تجربتي انا بتاعت التطوع، انه التطوع افضل طرق التعلم من واقع تجربتي الشخصية. التوثيق مهم، لازم تصور، لازم تعمل فيديوهات، لازم تكتب. التوثيق مهم جدا للحاجة اللي بتعملها. في ناس يقول لك يا اخي لا ما تصور واحنا عاملينها لوجه الله تعالى. انت الحاجة دي لو ما وديتها وثقتها وديتها لزول تاني، الناس ما بتعرف انت بتعمل في شنو، مش كده؟ ففي ناس يقول لك ده الناس يا زول بتوع الرياء، وما رياء، انت عايز توثق وتوصل، ده اعلام، لانه انت في زول بيشوف الحاجة دي يقول يا سلام يا اخي الله يقدر عاملها في انت دي، مش كده؟ الاعتصام ده مش بدأ هنا بالقيادة العامة، الليلة في اعتصام في كل الولايات مش كده؟
تخيل لو ما صورنا ووثقنا ورفعنا فيديوهات ولايفات، إذا بيعرف إنه في اعتصام جاد بالقيادة العامة، مش كده؟ أفضل الطرق للمساعدة في أغلب الأحيان في التطوع بيكون عبر الاستماع. في ناس يا أخواننا ما في زول بيسمع لهم، مشاكلهم الأساسية إنه ما في زول بيسمع لهم، مشاكل في البيت، مشاكل في السوق، ما في زول بيسمع لهم. بعد مرات بتتطوع بإنك تدي أضانك دي بس للزول، تكون مستمع كويس، مش كده؟ تاني حاجة، ما ممكن تساعد زول هو ما قادر يساعد نفسه. بضرب مثل دائما في الباحثين السودانيين، بيجي زول بيقول يا أخوانا والله دار لي منحة دراسية. يقول له انزل دار لي منحة دراسية، ها شنو يعني؟ أنت لازم تقول أنا فلان الفلاني، التأهيل بتاعي كده كده كده، وأنا داير منحة دي، المنحة دي ساعدوني إنه أصل لها. أنت وريت الناس أنت منو؟ مؤهلاتك شنو؟ القصور بتاعك وين؟ محتاج مساعدة وين؟ لكن كونك تقول والله يا اخي انا بس داير منحه دراسيه وكل الناس دايره منحه دراسيه، انت مؤهل لشنو؟ مش كده؟ فزول ما بيساعد نفسه بتقدر تساعده. انا دار اتطوع انه اجيب لك منحه دراسيه، لكن عشان اجيب لك منحه دراسيه لازم تديني المعلومات الاوليه، مش كده؟ فبالتالي ما بتقدر تساعد زول هو ما داير يساعد نفسه. يفترض انك تساعد نفسك بانك توري الحاجات الثانيه، ده مثلا. لكن في حاجات ثانيه، في امثله ثانيه لأنك تساعد نفسك. Never say never، ما ترفض فرصة بتاع التطوع. جاءك فرصة بتاع التطوع ما تتردد، لأنه التطوع هتتعلم عبره وهتعرف ناس وهتجيك منه حاجات زي السفر وزي إلى آخره، مش كده؟ ما ترفض. الخوف غريزة والشجاعة مكتسبة. إخواننا كلنا ولدنا من بطون أمهاتنا بيخاف، الخوف ده غريزة، الشجاعة بتكتسبها. بتشوف زور قدامك شجاع وبتبقى زيه، صح؟ تتعلم منه يعني، مش كده؟ فالتطوع ده يا اخوانا ده شجاعة. اي زول لازم يحرك ذاته داخله جوا ويكون شجاع في انه يتطوع، لانه المبادرة الاولى اللي بتعملها دي اهل ممكن تكون فيصل ما بين حياة ناس وموتهم، مش كده؟ احنا نقول لسي حامد يا جامد، حامد ده اتطوع وعمل الحاجة الصح وغير مسار الثورة كلها، مش كده؟ الزول ده اتطوع، كان ممكن زيه زي جاده تعليمات يعمل نايم، صح؟ يتطوع. فالشجاعة بتاعته هي اللي غيرت مسار الثورة كله، مش كده؟ فليه التحية يا اخواننا حامد. حامد يا جامد. ما في مشكلة انك تكون من ذوي الشغف المتعدد، لو انت بتحب اكتر من حاجة ما في مشكلة، اعلن الكلام ده وواثق فيه، استمر. ما في زول يقول لك اقعد زي الناس، ما تقعد زي الناس. العالم ده تغير بالناس اللي ما قاعدين زي الناس. الناس اللي قاعدين زي الناس هيكونوا قاعدين زي الناس ليوم القيامة. بادر وخليك مختلف، تمام؟ المماطلة ما كويسة. في حاجة اسمها البروكراستينيشن، المماطلة والتسويف. قول لي فلان يقع عليك الله تجيب لي الحاجة دي، قول له خلاص كويس دقائق بس، مش كده؟ يجر بيك زمن والحاجة ما هتحصل كله. فالمماطلة ما كويسة. لو دارت تطوع لي حاجة تطوع لي الآن، ما تأخرها ما تأجلها، تمام؟ في أضرار جانبية يا أخواني للتطوع. أنا من الناس اللي عندي أضرار جانبية في حياتي الشخصية، إنه الوضع الأسري بتاعي ما مستقر. ما في مشكلة، أنا كويس في التطوع أمسك في التطوع ده، ما بالضرورة كلنا نكون أمورنا ظابطة، ما بالضرورة. أنت كويس في حاجة أمسك فيها، لأنه النفع ما عليك أنت ذاتيا، النفع لكل الناس. التطوع ده بديك فرصة بتاعت تخدم كل الناس، فأخدم كل الناس. ما يجيك زول يقول لك يا اخي اسمع يا اخي، انت والله انت بيتك يا اخوي فيه مشاكل، دار تجي تصلح لنا السودان؟ اي نعم، بيتي فيه مشاكل وجاي اصلح السودان، لانه انا كويس في الحاجه دي. فالزول يا اخواننا الكمال لله وحده، ما فينا زول كامل. لو عندك ديفكت، عندك مشكله في حته وانت كويس في حاجه تاني، اعمل لنا الحاجه الكويس فيها دي. ما تقول والله يا اخي لانه انا كعب في الحاجه دي ما ممكن اكون كويس في الحاجه دي. فدي الخلاصات او بعض الخلاصات من التجربه التطوعيه. اذكركم مره ثانيه، نيفر سي نيفر، لقيت فرصة بتاعت تتطوع تعمل حاجة اعملها اخوان. هذا والله من وراء القصد. شكرا جزيلا لكم للاستماع وتطوعكم، انكم موجودين في منبر الباحثين السودانيين في محيط حسام القيادة. السلام عليكم ورحمة الله.